الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا مرحبا بكم. ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، ليلة من ليالي القارة السمراء. النهاردة تحدي الكبار، ده العنوان الطبيعي للقاء كبار القارة الأفريقية النهاردة، نادي الأهلي العريق العظيم ونادي الترجي التونسي الشقيق. قمة أفريقية بتجمع بين كبيرين في القارة الأفريقية. طبعا الأرقام في المواسم الأخيرة بتقول كده، احنا تعودنا على فكرة من سنة 90 لحد النهاردة على السيناريو ده، ان بقت عادة ان الأهلي والترجي يتقابلوا في الأدوار الإقصائية او يتقابلوا في الأدوار النهائية لبطولة الكبار بطولة أفريقيا. قمة كبيرة بين المارد الأحمر وترجي التونسي، قمة كبيرة في ملعب رادس اللي شتت وجات كتير جدا للنادي الأهلي كثيرة، ولو احنا فاكرين كانت علامة فارقة بأقدام أجيال كتير مختلفة من أول 2006 لو فاكرين مع بعض قدم أبو تريكة الذهبية في الصفاقسي التونسي، 2012 بأقدام السيد حمدي ووليد سليمان. هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي عودنا دايما إن هو زي ما بيلعب بره زي ما بيلعب جوه. النادي الأهلي بيلعب على الانتصارات وبس، بيلعب على التدويج وبس. نادي الماتش النهارده بين ابناء شمال افريقيا، قمه عربيه بين شقيقين من مصر وتونس. يمكن كلنا شفنا مع بعض اليومين الاخرانيين ازاي المقابله الحاره والاستقبال الحار اللي عمله نادي الترجي للنادي الاهلي العظيم، واحنا طول عمرنا طول عمرنا يعني متعودين على ده من الاشقاء التوانسه. ويمكن دايما النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي طول عمرهم أشقاء بغض النظر عن نتائج المباريات بينهم من بعض، أشقاء سواء جماهير، أشقاء سواء لعيبة، أشقاء سواء أجهزة فنية ومجالس إدارات. اللي احنا عايزين نقوله إن النهاردة فعلا فعلا قمة كروية بتجمع بين اتنين من عظماء القارة الأفريقية. يمكن أنا كان ليا الحظ إن أنا شرفت بتمثيل النادي الاهلي في اول لقاء افريقي جمع بين نادي الاهلي ونادي الترجي التونسي، كان في تونس سنه 1990 وانتهى بالتعادل 0-0. توالت بعد كده المباريات بين الاهلي وبين الترجي التونسي. الاهلي صاحب 9 بطولات دوري ابطال، لو بدانا هنبدا من سنه 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013 و 2020 ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله العشرة تبقى 2021. ترجي تونسي صاحب 4 بطولات لدوري الابطال، 94 2011 وسنتين متتاليتين 2018 و 2019. ماتش النهارده مهم جدا جدا جدا، نادي الاهلي بيبحث عن التتويج بالعشرة ان شاء الله. ماتش النهارده عايز اقول لحضراتكم ان مش ماتش الحسم، ماتش النهارده مش ماتش الحسم. اتعودنا دايما في ماتشات الاهلي والترجي ان بعد صفاره نهايه المباراه الثانيه بتحسم الامور، ولكن النادي الاهلي مطالب ان شاء الله باذن الله رب العالمين النهارده يعمل نتيجه ايجابيه تريحنا شويه. ماتش العوده اللي هيكون عندنا يوم السبت الجاي باذن الله تريحنا، ما تحطش علينا ضغوطات مباراه العوده، انما بغض النظر عن اي نتيجه النهارده الماتش الثاني هو اللي بيحسم مش الماتش الاولاني. ولكن بنقول الماتش الاولاني ممكن يحط نتيجته، ممكن تحط ضغط شويه على الخصم اللي هو الترجي التونسي. لو النادي الاهلي ان شاء الله بعون الله النهارده باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه. النادي الاهلي في صداره الاعلى قيمه سوقيه في افريقيا، قيمه سوقيه في افريقيا بالنسبه للعيبه للعيبه اللي عنده النادي الاهلي. لو بصينا هنلاقي في نجوم كتير جدا، والنجوم دول اسعارهم غاليه على المستوى الافريقي، اسعارهم غاليه. نبدا محمد الشناوي، مجدي قفشه، ومحمد شريف، دول اسعارهم فعلا غاليه يعني بتعدى. يمكن محمد الشناوي لو كلمنا عنه، اليو ديانج كمان اسعاره غاليه جدا. يمكن لو بدانا هنلاقي ان محمد الشناوي 2.5 مليون يورو، لو دخلنا بعد كده على قفشه 2 مليون يورو و22 2 مليون و20 الف، وبعد كده دخلنا على اليو ديانج 2 مليون يورو. فالقيمه التسويقيه لعيبه النادي الاهلي قيمه عاليه جدا 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 على مستوى افريقيا. تعالوا دلوقتي نروح لزميلنا
فاروق صلاح من تونس ونعرف اخر الاجواء عنده ايه. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يوم سعيد يكون على كل جماهير النادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي. طبعا مباراه الذهاب للدور النصف النهائي لدوري ابطال افريقيا، احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. يعني في هذه الاثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضره الفنيه قبل التوجه الى ملعب رادس الاولمبي اللي هيستضيف احداث اللقاء. طبعا في المحاضره الفنيه بيتكلم مع اللاعبين ويعلن من خلاله التشكيل. خليني اقول لك ان بالامس كان المران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب برادس شاهد يعني حاله من النديه والجديه ما بين اللاعبين، الجميع بيتسابق لنيل ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي لهذا اللقاء. الامر بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره من حاله الجاهزيه اللي عليها كل اللاعبين. ما شاء الله ان شاء الله اي 11 لاعب هيكون موجودين في الملعب. مستر بيتسو موسيماني قال في المؤتمر الصحفي انا بثق في اي 11 لاعب. طبعا كان سؤال من جانب بعض الاوساط في تونس عن اصابه محمد مجدي قفشه وهل هيكون موجود ولا لا، قال احنا بنكسب باي 11 لاعب، انا بثق في فريق النادي الاهلي في ال 11 لاعب وعندنا طموح ان احنا نحقق البطوله العاشره وبحترم فريق الترجي التونسي. ايضا معين الشعباني قال ان هي مواجهه صعبه جدا ما بين الاهلي والترجي التونسي، كل فريق طموحه ان هو يحقق البطوله، والاثنين كانوا اخر بطلين للنسختين، نسخه 2020 النادي الاهلي و 2019. لكن من يعني من اقرب الاوساط يا كابتن ايمن قدرنا يعني نتحصل على التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي لهذا اللقاء. هيبقى معز بن شريفيه في حراسه المرمى، قدامه خليل شمام وعبد القادر بدران في اليمين، حمدي النجاز في الشمال، الياس شتي في نص الملعب هيلعب بثلاثه، اللاعب كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بالغيث، قدامهم ثلاثه انيس البدري وخالد عبد الباسط وحمدي الهوني. من المقرر ايضا يا كابتن ايمن ان النادي الاهلي هيكون ظهوره بالزي الازرق، بينما فريق الترجي هيكون بالزي الاحمر في الاصفر. طبعا اللقاء هيديره تحكيميا طاقم التحكيم بقياده الجنوب افريقي فيكتور جوميز، هيعاونوا ايضا مساعد اول من جنوب افريقيا زوسي سويلا والمساعد الثاني من لسوتو فاتسواني والحكم الرابع مارتينيز رودريجو، وعلى تقنيه الفار هو الحكم الزامبي سيكازوي. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من هنا قبل الانطلاق. خلال لحظات هيكون تحرك فريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن الى ملعب المباراه. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي ويرجع الى القاهره ان شاء الله مقلل بنتيجه ايجابيه وبالانتصار ان شاء الله، ومن ثم ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه العوده والصعود الى المباراه النهائيه وتحقيق البطوله العاشره بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. وزي ما اتكلمنا على القيمة التسويقية للاعيبة النادي الأهلي، هم الأعلى في أفريقيا. نادي الأهلي الأغلى في القيمة التسويقية للاعبين في موسم 2021-22، القيمة التسويقية بتبلغ 26 مليون و45 يورو، بينما الترجي 17 مليون يورو و90 ألف دولار. الأهلي صعد لمنصة التتويج 141 مرة. يعني النادي الأهلي في جميع البطولات صعد للمنصة 141 مرة. النادي الأهلي صاحب 9 بطولات أفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله يتوج السنة دي بالعاشرة بإذن الله رب العالمين. نادي الترجي صاحب 4 بطولات. النادي الترجي على المستوى الأفريقي صاحب 4 بطولات أفريقية. نادي الأهلي أكثر فوز بالبطولات. نادي الأهلي 141 بطولة زي ما قلنا، 42 دوري، 37 كاس، 11 كاس سوبر، 7 بطولات كاس السلطان حسين، 16 بطولة دوري القاهرة، كاس الجمهورية العربية المتحدة وكاس الاتحاد المصري، وزي ما قلنا 9 دوري أبطال أفريقيا، ومن وغيرهم بقى كمان 4 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اللي هي الكونفدرالية، و7 كاس سوبر افريقي، وكمان بطوله كاس الكونفدراليه وكاس الافرو اسيويه. يمكن كاس الافرو اسيويه دي كانت ايامنا، يعني انا شاركت فيها كانت ايامنا ما اتعملتش بعد كده. و4 بطولات للانديه العربيه. بتكلم على النادي الاهلي العالمي. النادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه. وعلى فكره لما بنيجي نتكلم على صاحب الارقام القياسيه وبنتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي لما بيحطم ارقام قياسيه بيحطم الرقم اللي قبله اللي هو برضه لحساب النادي الاهلي. يعني الرقم السابق بيبقى باسم النادي الاهلي برضه. والنادي الاهلي بيحاول يعمل رقم قياسي جديد، يعني احنا واخدين الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي واخد 9 بطولات في افريقيا، بيبحث عن العشره، هو الاعلى وهو صاحب الرقم القياسي، وعايز العشره ان شاء الله
وده رقم قياسي، يعني تحطيم الارقام القياسيه برضو من النادي الاهلي على حساب النادي الاهلي نفسه. نادي الترجي صاحب 63 بطوله، نادي الترجي عنده 31 دوري، 15 احنا بنتكلم عن تونس، 15 كاس، 4 كاس سوبر تونسي، و4 دوري ابطال افريقيا، 1 كاس سوبر، 1 كاس كؤوس افريقيه، 1 كاس الاتحاد الافريقيه، 1 بطوله افرو شمال اسيويه. يبقى احنا بنتكلم عن فرقتين، ممكن نقول النهارده عنوان نقول صراع العمالقه، صراع العمالقه، وواخد كمان 3 كؤوس عرب انديه ابطال وكاس سوبر عرب. فالنهارده بنتكلم على فرقتين تقال من العيار الثقيل، يمكن نقدر نقول عليه نهائي مبكر، نهائي مبكر بين فرقتين تقال قوي. واحنا مش عايز اقول بقت موضه، لا، احنا تعودنا الفتره الاخيره كلها ان الاهلي والترجي هيقابلوا بعض فين مش عارفين، مره تلاقيهم في دور ال 16، مره تلاقيهم دور المجموعات، مره تلاقيهم في دور الثمانيه، دور الاربعه تلاقيهم في الفاينل زي ما حصل في مباراتين مع بعض. تلاقي الاهلي والترجي دايما دايما بيلعبوا مع بعض في البطوله الافريقيه، ده يدي انطباع ان فرقتين كبار، فرقتين طبعا النادي الاهلي لو اتكلمت عن الارقام مفيش زيه. وشفنا الارقام على الشاشه واتكلمنا عنها واحده واحده، طبعا تحطيم الارقام زي ما قلنا القياسيه النادي الاهلي بينافس نفسه. ولكن في نفس الوقت نادي الترجي فريق عريق، فريق كبير، ليه صولات وجولات في افريقيا، هو بعد النادي الاهلي واخد 4 بطولات في افريقيا. بين النادي الاهلي وبين الترجي كان في 18 مباراه على المستوى الافريقي ابطال الدوري. ال 18 مباراه دول بيحكوا قصه قمه الاهلي والترجي. التاريخ بيحمل الكثير والكثير من الجوانب اللي بتحمل قصه المنافسه بين النادي الاهلي ونادي الترجي. على مدار 18 مباراه سابقه بين قطبي الكره المصريه والتونسيه، التاريخ بيقول لنا ايه؟ التاريخ بيقول لنا ان كان في قصص رائعه جدا بتخص مواجهات الفرقتين. يمكن زي ما قلت لحضراتكم انا سنه 1990 كانت اول مواجهه بين الاهلي والترجي في تونس، وكان ليا الشرف ان انا العب المباراه ديت وتعادلنا 0-0. على مدار 18 سنه الاهلي بيتفوق على الترجي في تاريخ المواجهات في دوري الابطال، بنتكلم عن دوري الابطال. نادي الاهلي والترجي اتقابلوا 18 مره، نادي الاهلي كسب 6 جولات، نادي الترجي فاز في 4 جولات، والفرقتين اتعادلوا في 8 مباريات. نادي الاهلي ليه 22 هدف، نادي الترجي ليه 15 هدف. حتى الارقام هنا برضو في صالح النادي الاهلي. النهارده صراع فني كبير، بصوا في تكافؤ فني في مباريات الاهلي والترجي دائما. الصراع الفني النهارده هيبقى بين مستر موسيماني ومعين الشعباني اللي هو المدير الفني لفريق الترجي. النهارده دي تعتبر مباراه فنيه خارج الخطوط بين الاثنين دول، مستر بيتسو موسيماني، وبيتسو موسيماني مدير فني النادي الاهلي بيجيد اللعب مع الكبار. زي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت مستر بيتسو موسيماني في اللحظات الصعبه وفي المباريات الثقيله بنشوف ان هو دايما بيتفوق. مستر موسيماني خاض مع النادي الاهلي السنه دي 34 مباراه. كسب كام؟ كسب 21 وتعادل في 9 وخسر في 4. نقف بس هنا شويه، نقف شويه هنا. هتقولوا لي هو خسر 4 ماتشات. بس الاربع ماتشات اللي خسرها في ظروف غير طبيعيه. في ظروف غير طبيعيه. كلنا شايفين الضغوط الكبيره اللي على النادي الاهلي من شهر اكتوبر لحد النهارده. الضغوط الكبيره في توالي المباريات سواء في الدوري المصري، في كاس مصر، لو نفتكر احنا بنتكلم على السنه اللي فاتت من شهر 10 شهر اكتوبر لحد النهارده، توالت المباريات على النادي الاهلي تقريبا كل 3 4 ايام. ففي ضغوط جامده جدا جدا جدا. فلما تشوف الارقام ديت، لا، الارقام دي تقول ده كويس، الحمد لله ان اللعيبه حققت الكلام ده. تشوف الارقام تاني، ارقام البطولات، حجم البطولات اللي جابها النادي الاهلي، هتتكلم عن دوري عام مصري، هتتكلم عن بطوله افريقيا اللي هو النهائي كان في نادي الزمالك وكسبنا بكره قفشه القاضيه، وبعدين
طلعنا منه دخلنا على كاس مصر، كل ده احنا بنتكلم في فتره زمنيه بسيطه جدا جدا، وبنلعب دوري ومكملين وبنلعب افريقيا، وبعدين طلعنا منها على برونزيه كاس العالم للانديه، محدش يقدر ينسى ده. كويس، طلعنا منها على دوري وبطوله افريقيا، وبعدين على سوبر اللي كسبناه من نهضه بركان، وبعدين رجعنا تاني نلعب افريقيا. يعني كل ده احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، وايه يلعب النهارده هنا بكره يروح حته تانية، يسافر جنوب افريقيا، يرجع من جنوب افريقيا على قطر، يرجع من قطر على مش عارف المحل على اسكندريه، كل دوت. والمنافسين قاعدين، المنافسين حتى لو بيلعبوا هنا بيلعبوا ماتش كل اربع خمس ايام، منافسين قاعدين، والنادي الاهلي شغال رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ولكن انا اللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي النهارده بيمثل مصر، النادي الاهلي بيمثل مصر. الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم دي بالعكس دي وسام على صدر اللعيبه دي، او على صدر الاجيال دي، او الجيل ده اللي حقق لنا تقريبا اربع بطولات في سبع شهور او ثمان شهور. نكمل، النادي الاهلي جاب 59 جول، دخل مرماه 23 جول، وحقق زي ما قلنا اربع بطولات، وحصل على برونزيه كاس العالم للانديه. هتقول لي برده ما تعودناش قوي ان النادي الاهلي يدخل فيه جوال كتير زي دي، هقول لك اه طبعا صح، ولكن لو بصيت على الظروف، لو تفتكروا حضراتكم من اكتوبر لحد النهارده احنا في مباريات لعبناها تقريبا بدون هيكل اساسي لفريق النادي الاهلي، ومش انا مش عايز اقلل من قيمه بعض اللاعبين، ولكن انت وانت ماسك فريق كبير او بتشجع فريق كبير انت عارف ان في ناس اساسيه وفي عمود فقري للفريق دوت المفروض ان هو يكون متواجد في الملعب. كويس، لما بيقع منهم واحد او اتنين ممكن يكون مؤثر بعض الشيء، فما بالك بقى لما تلعب مباريات ناقص خمس ست سبع لعيبه، ناقص خمس ست سبع لعيبه. احنا في وقت من الاوقات بنلعب من غير خط الدفاع الاساسي، وقت من الاوقات بنلعب من غير خط الوسط الاساسي، سواء الوسط اللي ورا او الوسط الهجومي وراس الحرب. احنا اوقات كتير جدا كده، لو تفتكروا مع بعض من اكتوبر لحد النهارده خدنا مباريات صعبه جدا جدا جدا، وكنا بنعاني وكنا بنقول في الاستوديو مين اللي هيلعب مكان كذا، مين اللي هيلعب مكان كذا، طب مين اللي هيلعب في نص الملعب، طب مين اللي هيلعب فورورد، طب الشناوي لما غاب عن المباريات مين اللي هيلعب، علي لوفي باله كتير. يعني كنا عمالين كل ماتش نقول ربنا يكون في عون الجهاز الفني اللي هيحط القايمه بتاعه المباراه. فانا شايف ان الاهداف اللي دخلت النادي الاهلي كبيره شويه، ولكن بسبب ظروف معينه. تعال نشوف بقى معين الشعباني عمل ايه مع الترجي هذا الموسم. معين الشعباني لعب مع الترجي 37 مباراه السنه دي، كسب 24 تعادل في 6 وخسر 7 ماتشات. نادي الترجي احرز معاه 51 هدف ودخل مرماه 27 هدف وحقق بطولتين، يبقى الارقام برضو في صالح النادي الاهلي. هي عموما مواجهه قويه جدا 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 وساخنه بين موسيماني وبين معين الشعباني. كل اللي انا اتمناه النهارده باذن الله رب العالمين ان النهارده النادي الاهلي يوفق باذن الله في تحقيق نتيجه ايجابيه. طبعا مستر موسيماني ومعين الشعباني اكيد كل واحد بيخطط للتفوق على الاخر، عنده بقى اوراق رابحه، كل واحد عنده اوراق رابحه، وكل واحد عارف ايه الاوراق الرابحه بتاعت الفريق التاني. انا كمستر موسيماني ببقى عارف انا هعمل ايه بالاوراق الرابحه اللي عندي، عارف نقط القوه والضعف بتاعه فريق الترجي، فاكيد نقط الضعف هعمل على ان انا اوقف مفعول نقط القوه دي. ايه مستر موسيماني داخل الماتش وبيتسلح بحاجات كتير قوي، عنده قوه ضربه كبيره جدا في جميع الخطوط، وعنده هدف تحقيق رقم قياسي جديد مع النادي الاهلي ان هو ياخد البطولتين ورا بعض في سنتين ورا بعض. يمكن مش هكمل سنتين، هو تقريبا مكمل موسم، هيبقى مكمل اقل من موسم كمان، اقل من سنه، يبقى واخد بطولتين ورا بعض. مستر موسيماني واخد البطوله دي قبل كده مرتين، مره 2016 مع سان داونز، والسنه اللي فاتت مع النادي الاهلي.
الاوراق الرابحه عند مستر موسيماني النهارده هيكون في مقدمتهم محمد الشناوي حارس المرمى الكبير، عندك في خط الظهر بدر بنون، علي معلول هيبدا ان شاء الله وبنقول له الحمد لله على السلامه. علي معلول كلنا مفتقدينه جدا 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 في المباريات اللي فاتت. معانا كمان ايمن اشرف، عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد شريف. معين الشعباني بقى بيتسلح بمين؟ معز بن شريفيه. وخلينا نتكلم على معز بن شريفيه شويه، يمكن معز بن شريفيه الفتره اللي فاتت الاخيره ديت مش هو معز بن شريفيه اللي هو بتاع سنتين ثلاثه اللي فاتوا. معز بن شريفيه عنده اخطاء ممكن يستغلها النادي الاهلي النهارده، خصوصا حته التسديد والتفاهم بينه وبين خط دفاعه. عنده غير معز بن شريفيه انيس البدري وحمدي النجاز، وفاكرين كلنا حمدي النجاز لما كان بيلعب مع الزمالك السنه اللي فاتت، وعارفين ان حمدي النجاز ليه نقاط قوه وليه نقاط ضعف. نقاط القوه بتاعته عارفين في التقدم على طول ولعب العرضيات، وبيدخل جوه الملعب شويه برضه، ودي برضه بتعتبر نقطه ضعف عند حمدي النقاز، لان حمدي بيغلب على لعبه الطابع الهجومي شويه، ولما بيجي يرد بيرد بطيء، ولما بيرد بيرد على جوه مش على بره، فالحته دي كلها بتبقى فاضيه. ان شاء الله ان شاء الله طبعا اكيد مستر موسيماني شاف فريق الترجي واتكلم عنها واتكلم على نقاط القوه ونقاط الضعف مع اللعيبه، واكيد عارف النهارده هيوقف ازاي نقاط القوه وازاي يستغل نقاط الضعف. بعد ما حمدي النقاز فيه خليل شمام وحمدو الهوني الليبي وكولوبالي اللي في نص الملعب وغيلان الشعلالي وخالد عبد الباسط ومحمد علي بن رمضان اللي هو هداف الفريق. يبقى احنا بنتكلم عن قوتين كبار جدا جدا جدا، كل واحد يعني لو بصينا على الحظوظ النهارده هنلاقي الحظوظ متساويه. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم برضو مره ثانيه، اللي عايز اقوله لحضراتكم مره ثانيه ونحطه في دماغنا، مهما كانت نتيجه مباراه النهارده، مهما كانت المباراه الثانيه بعد صفاره الحكم النهائيه هي اللي بتحسم الموقف مهما حصل النهارده. يعني الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه، لا في عندنا مباراه تانية، العمليه ما انتهتش، الماتش ما انتهاش، بالعكس ممكن تقول ايه في افضليه شويه للنادي الاهلي او الضغوط شويه هتبقى على الترجي صعبه المباراه التانية. ده اللي انا امله النهارده ان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، ولكن ما بتنتهيش المباراه النهارده، المباراه بتنتهي في مباراه العوده ان شاء الله في مصر باذن الله رب العالمين يوم السبت الجاي ان شاء الله. الاهلي وصل الماتش النهارده ازاي بقى؟ الاهلي النهارده لعب 10 مباريات، كسب 6 وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة. النادي الأهلي جاب 19 جول ودخل مرماه 6 أهداف. وشباكه نظيفة كلين شيت بالنسبة لحارس المرمى في 6 مباريات. لو بصينا على فريق الترجي، نادي الترجي وصل للدور قبل النهائي برضه، لعب 10 مباريات وفاز في 5، تعادل في 3 وخسر مباراتين. جاب 14 جول ودخل في مرماه 10 اهداف وخرجت شباكه نظيفه في 4 مباريات. ماشي الليله نقدر نقول ايه؟ كلاسيكو معتاد. كلاسيكو تاريخي على المستوى الافريقي والعربي. كلاسيكو اتعودنا عليه. كلاسيكو بنكهه الكره الاوروبيه. كلاسيكو الكبار. كلاسيكو الكبار ده اللي اتعودنا عليه احنا دايما الفترات الاخيره، بقول لحضراتكم من سنه 90 لحد النهارده متعودين على اللقاء ده. ماتش النهارده ان شاء الله اللي احنا شفناه الفتره الاخيره لعيبه النادي الاهلي كلهم ان شاء الله جاهزين للقاء، وباذن الله الماتشات اللي زي دي تبقى عايزه عده عوامل. عندك اصرار، عندك رغبه، اصرار، تصميم، تركيز، وقبل كل دول التوفيق من عند ربنا. قبل كل دول توفيق من عند ربنا علشان نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة، لإن شاء الله بإذن الله إن احنا نحسم الأمور نهائيا ماتش العودة، تساعدنا على الوصول لنهائي البطولة العاشرة بإذن الله. النهاردة في حضور جماهيري، لكن أنا عايز أقول لحضراتكم حاجات كتير. يعني في ناس بتقول إيه، في قلق شوية من حتة حضور الجماهيري. حضور الجماهيري ده سلاح ذو حدين. حضور الجماهيري سلاح ذو حدين. ممكن الحضور الجماهيري كل ما بيتأخر الفوز كل ما بيعمل ضغط على الفريق صاحب الأرض. حضور الجماهيري ده أحيانا
احنا كلعيبه واحنا تعودنا عليها في النادي الاهلي، كل طبعا لان شعبيه النادي الاهلي شعبيه كبيره جدا في افريقيا وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم كمان. فمتعودين دايما ان احنا نلعب في حضور جماهيري في المباريات الخارجيه. فالحضور الجماهيري ده بيزيدنا رغبه لتحقيق نتيجه ايجابيه. مش العكس، وكل ما بيمر الوقت والنتيجه في صالحنا كل ما بتزيد الرغبه اكتر واكتر. النادي الاهلي حقق بطولات قبل كده في وسط ملعب رادس وهو مليان بالجمهور. لعيبه الاهلي بقى لها فتره ما بتلعبش، بتلعب من غير جمهور، ولكن عندها من الخبرات اللي يجعلها تقدر انها تتخطى الترجي باذن الله رب العالمين وتتعامل مع الموقف بتاع النهارده اللي هو حضور 5000 متفرج. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يتخطى الترجي وفي مجموع المباراتين ويوصل للنهائي ان شاء الله. النهارده محطه جديده غير المحطات اللي فاتت لمستر موسيماني. مستر موسيماني مسك من اكتوبر ولحد دلوقتي زي ما قلنا الارقام جايب 4 بطولات مع النادي الاهلي. كل يوم بتزيد ثقتنا في مستر موسيماني. في ناس كانت بتهاجم وتقول بس الاداء بس، وقلنا لحضراتكم النتائج حتى الان في صالح مستر موسيماني. النتائج في صالح مستر موسيماني. مستر موسيماني زي ما قلنا بيجيد اللعب مع الكبار. بيجيد اللعب مع الكبار. النتائج بتاعته مع الفرق الكبيره كلنا فاكرينها. انتهت بتفوق النادي الاهلي بقياده مستر موسيماني. اكيد مستر موسيماني النهارده درس المنافس كويس. واكيد هيلعب بالطريقه المناسبه. احنا كل مره يمكن مستر موسيماني بيفاجئنا كل مره بحاجات كده، يا اما تغيير في التشكيل يا اما تغيير في الطريقه، واحنا بنقعد حتى نقول في الاستوديو طب شايفين ان الموضوع ده يمشي الكلام دوت، هل ممكن يمشي النهارده؟ طيب مستر موسيماني بيلعب بثلاثه مثلا، طب بيلعب باربعه، يعني بنقعد نتكلم ونشوف في الاخر الراجل في الاخر مستر موسيماني هو اللي بيتفوق علينا سواء في طريقه الفكر او طريقه درس المنافس مش عايز اقول ان هو بيحفظ حتى اللعيبه المنافس اللي قدامهم بيلعب ازاي وبيعمل الطريقه المناسبه لكل منافس على حده. شفناه مثلا في سان داونز في مصر اتكلم لعب مع سان داونز في مصر بطريقه غير اللعب معاه بيها في جنوب افريقيا، واتكلمنا على ان سان داونز ساعتها بيحب الاستحواذ، ساب له الاستحواذ. واحنا استغربنا ان هو ساب له الاستحواذ، ولكن قدر لدغة هنا ولدغة هناك قدر يحسم الماتش. فمستر موسيماني بيعرف يلعب مع الكبار بإذن الله. إن شاء الله ربنا يوفق مستر موسيماني واللعيبة النهاردة، مستر موسيماني في وضع الخطة المناسبة واللعيبة المناسبين لماتش النهاردة بإذن الله. نأمل في التوفيق من ربنا بإذن الله بعون الله إن شاء الله. أول حاجة مفيش حد من لعبتنا يحصل له حاجة، مفيش إصابات إن شاء الله رب العالمين، وبإذن الله النادي الأهلي قادر ان شاء الله على تحقيق نتيجه ايجابيه تريحنا بعض الشيء وتدينا الافضليه في ماتش العوده. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب وكابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني والكابتن عادل مصطفى. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. ازيك؟ اهلا بيك يا ايمن، وحشني. كابتن احمد بلال اهلا وسهلا بيك كابتن، وحشنا. اهلا بيك كابتن ايمن، ربنا يخليك، انت وحشنا جدا. الله يخليك. الله يخليك كابتن. كابتن اسامه حسني منورنا وحشنا. ازيك كابتن ايمن؟ الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، عايز اتجوز. كابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك كابتن، وحشنا. اهلا بيك كابتن. ده وحشنا بجد بقى. الله يخليك. وحشنا بجد. ده وحشنا بجد. كابتن علاء، الماتش النهارده سيناريو بقى متكرر. فاكر ماتش سنة 1990 لعبته انت؟ اول لقاء بيننا وبين الترجي في تونس. في تونس ليك تصولات وجولات مع الترجي سواء كنت لاعب او كنت مدير فني. هو تحس دايما بقى ديربي افريقي خلاص. الاهلي والترجي بقى حاجه. صح. بقت مسلم بيها كده، كل بطوله لازم الاهلي والترجي قابله هيقابلوا بعض.
وده دليل طبعا ان ما شاء الله الناديين كبار جدا. طبعا النادي الاهلي مش محتاج اتكلم عليه، النادي سيد افريقيا اساسا، النادي الاهلي سيد افريقيا. الترجي موجود في بطوله افريقيا على طول وفاز بيها قبل كده، ودايما تيجي فيه الادوار قبل النهائي. النهائي هو ده الترجي، دايما بيعرف يوصل لايمن مهما اختلفت الاجيال وكده، بيعرف يوصل في البطوله دي كويس. ماتشات بتبقى حماسيه جدا، ودايما بيبقى محسوب لها 1000 حساب، زي النهارده مثلا 90 دقيقه في تونس، لسه 90 دقيقه ان شاء الله في القاهره هنا. كل مدير فني بيرتب بس لاول شوز احنا بنقوله النهارده، صح؟ لكن هو عامل حساب كويس قوي لفريق، الفريق عامل حساب بعض كويس قوي، بغض النظر على الاسماء، حتى الاجيال بتختلف، لكن تحس ان كل نادي عارف هو بيقابل مين. يعني افريقيا كلها عارفه النادي الاهلي، مفيش حد في العالم كله ما يعرفش النادي الاهلي، وما يجي قبل النادي الاهلي بيبقى عامل ازاي والاستعدادات ازاي. نفس الكلام النادي الاهلي، قمه الاحترام للترجي، وعارف ان الترجي فريق قوي جدا، فريق معروف في افريقيا كويس قوي، دايما بيوصل للنهائيات، فاز بالبطوله قبل كده، عشان كده دايما مبارياتهم بتبقى تحس ان هي مباراه حساسه قوي. الناس كلها مستنيه اللقاء ده، يعني كله مستني لقاء الاهلي والترجي، صح. ما بيسالوش مين اللي موجود هنا وهنا، لكن هم بيسمعوا بس الاسمين، اسم النادي الاهلي طبعا حدث ولا حرج عليه، لكن ايه الترجي، يبقى انت داخل على مباراه مشوقه جدا، قويه جدا، محسوب لها مليون حساب من الطرفين. فانت امام مباراه النهارده، مباراه قويه، صحيح. كل واحد عايز يعدي بس اول شوط النهارده باللي، صح. هو عايزه او اللي هو بيتمناه. طبعا بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله النهارده للنادي الاهلي يا رب، ان شاء الله باذن الله ربنا يمشي. كابتن احمد بلال، المواجهه صعبه جدا، وتعودنا في ماتشات الاهلي والترجي مهما كانت نتيجه اللقاء الاول الامور ما تحسمش، يعني الامور بتحسم بنسبه، مش بنسبه كبيره، نهائيا في بعد صفاره الحكم في المباراه الثانيه. طبعا هاخد من كلام كابتن علاء، هو بيتكلم على الترجي، فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات، فرقه عندها خبرات، وده المهم في افريقيا، انك بتلعب الفرق اللي موجوده اللي عندها خبرات دايما بتوصل لنهائيات. يعني افريقيا الامور مختلفه شويه، يعني ممكن تلاقي فرقه شابه عندها امكانيات وعندها قدرات وطموح، وفي الاخر اللي بينتصر او اللي بيعدي في اغلبيه الامور هي الفرقه اللي عندها خبرات. الترجي ممكن يكون مش افضل يعني حاله في النسخه دي، ولكنه فريق عنده خبرات، يمتلك لعيب لعبت نهائيات قبل كده، ودي اللي بيميز الترجي على فكره في الماتشات النهائيه او في بطوله افريقيا. ممكن يبقى مغلوب بره ملعبه 2-0، يرجع يعوض، صحيح. يكسب 2 ويكسب، يعني المباراه اللي فاتت عوض وكسب بركلات الترجيح. فدي الفرقه الكبيره، مهما كانت النتيجه بره يقدر يعوض، عنده امكانيات، عنده قدرات، عنده الخبرات، اللعيبه اللي موجوده اللي بتلعب في ارض الملعب عندها خبرات المباريات النوك اوت، المباريات الفاصله. عشان كده هي فرقه كبيره بتوصل للنهايات كتير جدا، بتاخد البطولات، يمكن خدت بطولتين ورا بعض. فرقه امكانياتها وقدراتها كبيره، بيلعب برضه النادي الاهلي، فريق امكانيات وقدرات حامل اللقب. الماتش من وجهه نظري هو نهائي مبكر، من وجهه نظري يعني بتلعب فرقتين هم عندهم الطموح للمكسب، مش عندهم، صح. بس الطموح ان هم يوصلوا المباراه النهائيه، انت بتلاقي فرقتين عندهم الطموح ان هم ياخدوا البطوله، فبالتالي هي دي صعوبه المباراه، صح. كل فرقه من الاثنين بيبحثوا عن لقب جديد، النادي الاهلي بيبحث عن لقب العاشر، اعتقد الترجي بيبحث عن لقب الخامس او السادس تقريبا. فالنهارده بتتكلم في فرقتين امكانيات وقدرات تساعدهم وتؤهلهم لان هم ياخدوا البطوله، صحيح. مباراه النادي الاهلي انا بعتقد ان المباراه دي بره ملعبنا بالنسبه لي ممكن تكون مباراه هتبقى جيده بالنسبه لي، هتعمل فيها تكتيك مختلف، هتلعب فيها بطريقه لعبه مختلفه، هيبقى عندك مساحات، هيبقى عندك امكانيات، هيبقى عندك قدرات في الملعب، عندهم اخطاء كتيره جدا، عندهم نقاط ضعف كتيره ممكن تقدر تستغلها، ولكن برضو في النهايه عشان برضو ما نسبقش الاحداث ونكمل على التشكيل بعد كده، انا بقول المباراه صعبه مش سهله هناك وفي القاهره ايضا. لو كسبت هناك برضو المباراه هتبقى صعبه في القاهره، حتى لو لا قدر الله اتغلبت هناك المباراه اللي هنا برضو هتبقى صعبه عليه هو كمان في القاهره. صحيح. كابتن اسامه، يمكن كابتن احمد بلال اتكلم عن ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه هناك، ولكن الامور لم تحسم. انت كلاعب كوره او كمدير فني مكان مستر موسيماني، بتفضل ايه؟ ان ماتش العوده يكون على ارضك ولا ماتش العوده يكون بره؟ خلي بالك ما بقتش بتفرق بلغه الكوره دلوقتي. تلعب بره ملعبك ولا جوه ملعبك. بنشوف السنه اللي فاتت في البطوله التاسعه الاهلي بيكسب الوداد بره على ملعبه 2-0 وبيرجع ببليل الاريحيه والافضليه في ملعبه. ماتشات كتير رحنا تونس هناك الصفاقسي 2006، صحيح. بتحرز البطوله وانت بره ملعبك، ايوه. القطن الكاميروني، فانت العمليه النهارده ما بقتش جوه ملعبك او خارج ملعبك. مباراه الذهاب تعادل سلبي، طبعا طبعا خسرنا واحده على ملعبنا، اتعادلنا 1-1 النجم، خسرنا النجم على ملعب النجم مع كنا متعادلين هناك 1-1 2008 2008 فانت النهارده ما بقتش فارقه خلاص. لكن النهارده لما بنتكلم عن الاهلي والترجي، الاثنين من افضل الانديه الموجوده في افريقيا، صحيح. لو بنتكلم في اخر 20 سنه هتلاقي دايما
المنافسه محصوره، الاهلي الترجي التونسي، بنتكلم على الوداد المغربي، وممكن تدخل فرقه رابعه من بعيد. صح. عندك صن داونز مره، تلاقي الرجاء مره، انيمبا مره، الزمالك مره، مازيمبي. انت كلاعب كان الاسهل لك ان انت تلعب فرقه من فرق شمال افريقيا ولا فرقه افريقيه؟ والله بص، في النهائيات دي بلغه الكره لما بنتكلم نقول البطل بيلعب اي فرقه، لكن دايما بتوع شمال افريقيا بحكم ان بيبقى ديربي شمال افريقيا، عارفين اللغه قريبين من اللغه، بيبقى دايما في حماس كبير، عكس افريقيا سمراء لما تلعب صن داونز او انيمبا او الفرق الافريقيه، فرقه من غانا مثلا، فبتبقى ليها الافضليه وبتبقى يعني المباراه اسهل شويه. لكن لما بنتكلم عن الاهلي والترجي، مباراه خارج التوقعات. لما بنتكلم قبل المباراه، لا، الحظوظ متساويه 50-50، ما تقدرش تقول مين يقدر يكسب المباراه. حتى لو الاهلي والترجي مثلا فرقه ليها الافضليه سواء في الدوري او بطوله الكاس او البطوله المحليه وماشي افضل بشكل افضل، لكن تبقى المباراه 90 دقيقه حاله اللعيب وحاله المدير الفني. النهارده لما هنشوف اللقاء، زي ما في منافسه داخل الملعب، هيكون الخطوط النهارده في مباريات ما بين خط الوسط، هنشوف المواجهات على الخطوط، هتلاقي مباريات داخل الملعب، ايضا في منافسه خارج الملعب. النهارده معين الشعباني وموسيماني، اثنين مدربين كبار لهم خبرات كبيره، الاثنين اخذوا البطوله، الاثنين اخذوا البطوله، والاثنين دايما بيفاجئوك داخل اللقاء. يعني ما تقدرش تقول موسيماني بيثبت تشكيل او بيثبت طريقه لعب، لا، النهارده ممكن بيستخدم اوراق، يغير طريقه لعبه. شفناها في مباراه لعب 4-4-2 غير طريقه لعب النادي الاهلي، ممكن شفناها في مباراه ثانيه لعب 3 في وسط الملعب، برده نفس الكلام. معين الشعباني ممكن النهارده يفاجئنا برده، يبقى عنده توازن، ما يبقاش في عنده اندفاع هجومي الاول، عشان عارف ان الاهلي والترجي هي ماتشين من دورين. صحيح. مش النهارده بس اللي يحسم اللقاء، لكن لسه متبقي مباراه اخرى، لكن النهارده مباراه داخل الملعب وهتكون ايضا خارج الملعب. خارج الملعب. كابتن عادل، الرغبه والطموح والاصرار المفروض دي عوامل بتبقى عند الفريقين قبل الماتش. الرغبه والطموح والاصرار والعزيمه النهارده هتكون عند مين اكتر؟ عند النادي الاهلي اللي هو بيبحث عن تحطيم رقم قياسي جديد واللقب العاشر، ولا هتبقى عند الترجي التونسي اللي وصل وتاهل للدور قبل النهائي بصعوبه بركلات الترجيح؟ لا، الرغبه وكان قاب قوسين او ادنى من الخروج. الرغبه متساويه عند الفريقين، لان ده انا شايف ان هو نهائي مبكر. يعني لو طرفي المباراه النهارده كان في مباراه الوداد وكايزر تشيفز، كنت اتوقع ان الاهلي والترجي في الفاينل. ده الجزء الاقوى في السيمي فاينل ده، الاهلي والترجي. ممكن يكون الترجي مش احسن حاجه، مش احسن حاجه في اللعيبه، مش احسن اداء، ولكن كخبرات المباريات دي الاهلي والترجي اعلى من الوداد وكايزر تشيفز. لو الترجي موجود مع الوداد، ممكن يكون الوداد احسن منه نسبيا او فنيا جوه الملعب، ولكن الترجي بيعرف يدير ده، بيعرف يدير اللقاءات الكبيره. معين الشعباني بقى عنده كم خبرات كبيره جدا رغم صغر سنه، من دي البطوله اعتقد البطوله الثالثه ليه او الرابعه، وبيوصل لفاينل وسيمي فاينل، واخد بطوله وخسر بطوله واخد سوبر، فعنده كم خبرات عالي جدا، وبيعرف يتعامل مع المباريات دي. اتعامل يعني مباريات شبيهه، مباريات يعني لعب مع الزمالك كتير، بقى موجود مع فرق كبيره جدا في افريقيا في الفتره الاخيره. الفتره الاخيره الترجي على طول موجود في السيمي فاينل، دور الثمانيه، الدور اللي قبل النهائي، ماتشات لعب نهائي، فعنده خبرات. فالرغبه عند مين اكتر؟ صعب. الاهلي صعب تقول النهارده الرغبه عند الاهلي اكتر، الرغبه عند الترجي اكتر، لا، الرغبتين متساويتين. اللي هيفرق النهارده اداء اللعيبه جوه الملعب وتنفيذ التعليمات بس، لكن غير كده لا تاريخ هيفرق النهارده، لان الفرقتين بيعرفوا يتعاملوا جوه الملعب بشكل كويس جدا، وبيتعاملوا بره الملعب بشكل كويس جدا. وان كان النهارده هيبقى فيه الامور مختلفه شويه لوجود الجماهير اللي احنا شويه افتقدناه الفتره اللي فاتت، ممكن ده يكون عامل شويه لفرقه الترجي شويه، ولكن ما يعملش ضغط نفسي كل ما المس بيتاخر او كل ما احرز الهدف بيتاخر شويه. هو الضغط النفسي على فرقه الترجي بوجود جمهور او بعدم وجود جمهور هيبقى موجود، لان التاخير قدام النادي الاهلي، وبالذات كمان لو النادي الاهلي سجل، النادي الاهلي لو سجل هدف النهارده اعتقد، وانا يعني ان شاء الله براهن على ده، ان الاهلي يقدر يسجل في الملعب هناك في تونس، هو ده مفتاح الصعود، مفتاح الصعود انك تسجل بره ملعبك باذن الله. يعني مباراه 0-0 ما بحبهاش خالص، ولا انا ما بحبش النتيجه دي، ما بحبهاش. هتعادل 1-1 صح، ممكن لا قدر الله تبقى نتيجه 2-1، بس انا عارف ان انا هلعب عايز اسجل، لكن 0-0 تبقى دمها تقيل شويه، نتيجه خادعه، مباراه كبيره، مباراه صعبه،
المباراة النهاردة تفاصيلها جوه الملعب. صح. اللي هيقدر ينفذ بشكل كويس جدا تعليمات مدربه والمدرب اللي هيبقى قاري كويس التفاصيل اللي جوه الملعب. صح. هو اللي هيقدر يفوز باللقاء. على فكرة 0-0 دي فعلا نتيجة كنا بنكرهها كلنا في مباراة الذهاب، حتى لو بنلعب بره بيبقى يعني 0-0 حاسس ان انا كاني ما لعبتش الماتش. طبعا يعني انا افتكر اول ماتش اللي كان اهلي وترجي في تونس لو تفتكروا كابتن علاء، تعادلنا 0-0 وفي الدقيقه 89 كان في واحد بس مش موجود النهارده شال من على رجلي من على خط الجول كوره زميل لي اسامه عربي. لا مش اسامه عربي، اسامه عربي اللي لعبها. لا يعني انت قلت مين هو؟ لا اسامه عربي ولا شريف، يبقى انت عبد الرحمن. لا 0-0 اكنك انت بتلعب مباراه يعني هي مباراه واحده. صح. ما بتلعبش مباراه ذهاب واياب. صحيح. خلاص 0-0 يبقى انت بتلعب. صح. مباراه واحده فيها كل الاحتمالات. صح. كابتن علاء مستر موسيماني بيفاجئنا كل ماتش سواء في تغيير في طريقه اللعب او تغيير في التشكيل. تعال ناخد التشكيل ونشوف مستر موسيماني عمل معانا النهارده. هيبقى تشكيل النادي الاهلي الشناوي لحراس المرمى، ناحيه اليمين هيبقى اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، قدامهم ثلاثي خط وسط مدافع حمدي فتحي اليو ديانج عمرو السلام، ووسط امامي وراس حربه هيبقى صلاح محسن وطاهر على الاطراف ومحمد شريف راس حربه. نقول لك تاني، شناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق وعلي معلول يمين وشمال كظهرين، اثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، ثلاثه قدامهم وسط دفاعي حمدي فتحي عمرو السوليه اليو ديانج، وثلاثي الخط الامامي هيبقى صلاح محسن وطاهر على الاطراف ومحمد شريف مهاجم وحيد او راس حربه زي ما بنقول. الاحتياطي بتاع النادي الاهلي هيبقى علي لطفي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود وحيد، مجدي قفشه، محمود كهربا، والتر بوليا، وليد سليمان، وحسين الشحات. كابتن علاء مستر موسيماني النهارده فاجئنا برضه 4-3. هو دايما المباريات الخارجيه ابتداء مباراه سان داونز اللي فاتت دايما بيحب يعمل تامين في وسط الملعب كويس، حالتين يا اما بيلعب بثلاثه زي ما النهارده او بيلعب بواحد في نص الملعب اكن هو الليبر بتاعه زي ما عمل مع رامي ربيعه. أيوة. وبيحاول يقفل دايما المساحات في نص الملعب، لان هو المباراه دي ايمن كان عادي بيتكلم بيقول لك التفاصيل الصغيره في المباراه. المباراه دي كلها بالظبط اللي بيديك التفوق فيها مدى كفاءه وجوده نص ملعبك في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه. فعشان كده هو عمل التامين الاول دفاعي نص ملعب ثلاثه دفاعيا اقوياء جدا. بعدين الى جانب فيهم ميزه حلوه قوي، الثلاثه بيمسكوا الكره بيعرفوا يتصرفوا كويس. كويس. يعني مش مدافع بيدافع بس لما تمسك الكره تبقى عندك مشكله، لا الثلاثه عندهم الحته دي عاليه جدا، بتختلف من واحد لواحد لكن اقل واحد فيهم بيديك الحاجه المضمونه. ماشي. اللي هو بيعرف بيستلم بيسلم. هو النهارده واضح ان فكر مستر موسيماني عايز بيدور على حاجه واحده، عايز يستحوذ على كوره اكتر فتره ممكنه في المباراه. استحواذك للكوره النهارده يا ايمن وفي وجود جماهير، في وجود ضغط على فريق ترجي وبيدور على هدف بدري مع النادي الاهلي، هو بيلعب على كل النقاط دي. هو كل مدير فني بيبدا يشتغل على المباراه نفسها. بقول عايز اقول حاجه؟ لا لا مكمل. بيشتغل على المباراه نفسها وظروفها قبلها مثلا باربع خمس ايام. صح. ويبدا يدور على اللي يقدر ينفذ الفكر اللي في دماغه. يعني مثلا عندي اثنين، عندي بلال وعنده اسامه، بس انا النهارده محتاج نوعيه اسامه. فاهمني؟ فانا هبدا النهارده باسامه عشان هو بيفكر في حاجه معينه. يعني الثلاثه في نص الملعب النهارده هو عايز يضمن الحته الدفاعيه دي مقفوله كويس قوي، مش عايز يعمل كور صعبه كتير او خطر على خط دفاعه، ودي فكر كويس جدا عشان ادافع مش عشان دفاعي من خط دفاع، لا ده اول خط دفاع ليك انت. الثلاثه اللي قدام هم دول اللي بيمنعوا، لو حصل وتعدى الخط ده فانت عندك ستاره حديديه في نص الملعب، ثلاثه اقوياء جدا دفاعيا بيستلموا الكوره كويس قوي. عندهم فيهم الثلاثه حاجه ميزه كويسه جدا، التسديد بيعرفوا يسددوا كويس قوي. ديانج بيكمل ناحيه اليمين كويس قوي وبدا يعملها، حتى الانطلاق بيعملها كويس قوي. عمرو السوليه نفس الكلام، هو اللي كان بعيد شويه حمدي فتحي لكن واضح ان حمدي رجع لحالته البدنيه تاني. وحمدي من يعني حمدي ما تقلقش عليه فنيا، حمدي لما يبعد بس ايه تحضره بدنيا بدنيا تحضره بدنيا بس، لكن فنيا لا اعتقد
فنيا حمدي مفيش مشكله فيه. عشان كده هو بيدور النهارده على التزام في نص الملعب دايما الكره في رجلك كويسه وتشكيل كويس معه. والنهارده عامل كمان حاجه انا عجباني جدا, حاطط اثنين على الاطراف سرعة جدا مهاريين جدا كمان, وهو هو ذكي جدا ان هو حته الاطراف عند الترجي برافو عليك فيها سنة بطء. فانت عايز النوعية دي, نوعية صلاح ونوعية طاهر, اثنين اقوياء جدا سرعة جدا عندهم الحالة الدفاعية ملتزمين كويس قوي. واحسن حاجة عجباني النهاردة ان هو بدأ بصلاح. صلاح محسن يا ايمن عشان تاخد منه احسن حاجة واحسن مستوى ليه حمله مسؤولية. يعني صلاح فنيا وصل لمستوى كويس جدا حتى مع المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب. الماتش وجايب جول, لا تحس ان هو الثقه رجع له كويس قوي, ما عندوش اي مشكله خالص. صلاح بس عايز تحمله مسؤوليه ان انا بعتمد عليك انت النهارده, لو انت مش لعيب نص ساعه او شوط, لا انت النهارده لعيب عندي ولعيب عندي مهم زيك زي كل الناس الموجوده. لكن كونه يبدا بصلاح وطاهر انا البدايه دي ممتازه, وخصوصا محمد شريف. يعني الثلاثه اللي قدام ايمن عندهم حته السرعه جامده جدا, فنيا كويسين قوي, فيهم ميزه كمان بيعرفوا يتحركوا ويترفوا في المساحات الضيقه جدا. يعني في ثانيه ممكن شريف في خطوه يعمل لك جول على الناحيه دي. صلاح محسن لو اديت له مساحه بيبدا يتحرك, نفس الكلام عند طاهر. الثلاثه ملتزمين قوي وهو بيلعب حته الاطراف مستر مسلمان كويس قوي. يعني هو النهارده واستغنى النهارده عن صانع الالعاب بتاعك او رقم 10 اللي هو محمد مجدي, لكن هو عوضه بواحد في نص الملعب تامين كويس قوي, ولعب بثلاثه في الخط الامامي. بس الثلاثه مش هيبقوا على الاطراف اطراف, دايما هتلاقي محمد شريف وفي راس حربه تاني معاه على حسب اتجاه الكوره. اما هتلاقي طاهر محمد طاهر او هتلاقي صلاح محسن, والاثنين بيأدوها كويس جدا. هو الاكتر ممكن يكون صلاح محسن. صلاح محسن هو بيأديها كويس قوي. وعلى فكره هم الثلاثه, حتى محمد شريف لو اتطرف على طرف من الاثنين بيأديها كويس طبعا. طبعا كابتن بلال, كابتن علاء اتكلم على وجود ثلاثي النهارده في نص الملعب, لان مستر موسيماني عايز يمتلك نص الملعب او عايز الاستحواذ. طيب في عدم وجود قفشه ممكن نقول ان مستر موسيماني يمكن اضطر انه يلعب كده علشان قفشه مش موجود. بس هل لو كان قفشه موجود, هو طبعا طالما قفشه بره يبقى مش جاهز بنسبه 100%, يعني هيبقى نسب بسيطه جدا. يعني فعدم وجود قفشه هو اللي خلى مستر موسيماني يلعب بالاسلوب ده او بالطريقه دي؟ من وجهه نظري اكيد, لان يعني قفشه لعيب انت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا. البلاي ميكر بتاعك, صانع الالعاب, بيقدر يسجل, بيقدر يصنع العاب, متواجد دايما, هو اللعيب اللي بتثق فيه اللعيبه في الملعب. يعني في عندك لعيبه بتثق فيه, بتدي له الكره هي مطمنه, عارف انه هيصنع الفارق, عارف انه هيغير من نتيجه المباراه ومن من اداء الفرقه. لعيب عنده امكانيات, عنده مهاره, بيعرف يسدد, بيبقى بعض الاحيان بيبقى موجود في ال 18 في الكرات العرضيه بيستغلها وبيسجل منها بعض الاهداف. وشوف الكلام ده في الدوري العام. فوجود قفشه ده لا غنى عنه. لكن النهارده خلينا نتكلم ان موسيماني النهارده بيلعب بالطريقه بتاعت ليفربول. انا بلعب بثلاثة في ثلاثه نص ملعب عشان اعتمد على الثلاثه اللي موجودين في الخط الامامي. النهارده لازم يبقى كل شغلك على السرعات اللي موجوده في الحته اللي قدام. النهارده انت مش انت تستغل او تستحوذ في نص ملعبك. النهارده الفكره انت ازاي تتنقل بسرعه, ازاي تستفيد من الثلاثي الموجود في الخط الامامي. كابتن علي اتكلم من شويه, يمكن عادل برضه اتكلم من شويه وقال ان في بعض الاخطاء عند الترجي, في اثنين عندهم على طول طايرين, الاثنين الباكين على طول مش موجودين. وعندهم كمان حته مشكله كبيره جدا في حته التمركز. معظم الاهداف اللي اتسجلت في الترجي هتلاقي الكره بتتلعمل العرضيه والسنتر باك بيبص على الكره بس, ما بيبصش على الفيرويد. تمركزه ومراقبته للمان فيها مشكله كبيره جدا جدا. بالاضافه للاثنين اللي موجودين بتوع الطرفين الرايت باك والليفت باك, دول عندهم مشاكل كبيره ان هم دايما موجودين في الحته الاماميه. النهارده السرعات اللي موجوده لازم تستغلها بشكل جيد جدا. صلاح محسن وطاهر محمد طاهر لازم يستغلوا قدراتهم, لازم اللعيبه بتاعت نص الملعب تبقى نقل كره سريعه والتحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا عشان تقدر تسجل اهداف. النهارده الاهلي بيلعب زي ما قالوا الكباتن مش عشان 0-0, عشان يسجل 1-0. بتلعب فرقه كبيره, فرقه منظمه, فرقه عندها امكانيات وقدرات, لكن عندها مشاكل كبيره في الملعب. النهارده بتلعب يعني انا بشبه النهارده الترجي يعني بالاسد العجوز. يعني هو فرقه كبيره وتاريخ وفرقه عملاقه, ولكنه عنده مشاكل كبيره جدا. من السهل النهارده انك باعتمادك على اللاين اللي قدام انك انت تضرب الترجي كتير جدا, تقدر النهارده تستغل المساحات اللي موجوده. الواحد ضد واحد, طاهر محمد طاهر, صلاح محسن, يقدروا النهارده ممكن يستغلوا الحته دي بشكل كويس ويقدروا يسجلوا اهداف. فرق السرعات اللي موجوده عندهم لصالح النادي الاهلي. فعايز اقول ان الطريقه دي مناسبه لفرقه الترجي. يعني
في ظل عدم وجود قفشه كمان، هي مناسبه للترجي، بتقفل نص ملعبك بشكل كويس. النهارده سوليه وفتحي وعلي ديانج قال لهم دور كبير جدا لمسانده الباكين علي معلول واكرم توفيق، هيبقى دور، هيبقى لهم دور كبير جدا في المسانده، لان الترجي برده من الفرق اللي ما بتعتمدش على لعبه في العمق الملعب، بتعتمد على لعبه من الاطراف من الباكين ومن الطرفين كمان. يعني حمدي الهوني لعيب امكانياته وقدراته رائعه جدا، وخالد عبد الباسط لعيب برده امكانياته وقدراته رائعه جدا، الاثنين بيبتدوا من بره مش من جوه. النهارده هيبقى دايما واحد على اثنين، لو ما فيش مسانده من الاثنين نص ملعب بتوعك اللي هو في نص ملعب، اذا كان السوليه او حمدي فتحي او ديانج، مين فيهم اللي هيبقى على الطرف ومين فيهم اللي في القلب، هتبقى في عندنا هو معانا على الشاشه يعني كبيره جدا. ادي نص الملعب بتاع الترجي، ادي نص الملعب بتاع الترجي. أيوة. هتلاقي هتلاقي دايما بص هم بيستلموا الكره بيبتدوا يحضروا ويلعبوا على طرف الملعب عشان يستغلوا امكانيات وقدرات الاثنين اللي موجودين على الطرف. بس بص هتلاقي واحد ارتكاز في نص الملعب اللي هو كوليبالي، بس كوليبالي لوحده. كوليبالي لوحده، هم بيعتمدوا على كوليبالي، هم بيلعبوا ميد فيلدر واحد كوليبالي واثنين قدامه. أيوة. تمام. الاثنين دول اوقات كتير رقم خمسه محمد، اعتقد محمد بن علي. محمد بن علي هو دايما اللي بيكمل على طول كراس حربه، بيخش ال 18 عشان الكرات العرضيه، وبيعتمد طبعا على خلي بالك على الهداف. طبعا بيسدد كويس قوي سواء كور ثابته او بره ال 18. خد بالك هو بيجي فاضي، يعني انت في معظم الاوقات محدش مش متراقب، بيجي من نص ملعب بيخش ال 18، الكرات العرضيه بتبقى بالنسبه له سهله لان هو بيتحرك بدون رقابه فيقدر يسجل. بس بص يا كابتن، هم بيحضروا من تحت، اول ما بيحضروا بص الطرفين، بص الظاهرين، ما بيبصوش للكوره، بيفتحوا نص الملعب على طول. ايوه بالظبط. طبعا على نص ملعب عشان يبقى في مساحه يبتدوا يشتغلوا. أيوة. وزي ما اتفقنا ان هم بيلعبوا من على اطراف الملعب. أيوة. مش من نص ملعب. بص يا كابتن، كابتن اسامه، عايزين نبص بص على التحضير بتاع فرقه الترجي. بص اول ما بيمسكوا الكوره، بص حضرتك حمدي النجاس فين؟ بيفتح الملعب على طول، نص الملعب من غير ما يبص، ما بيستلمش من تحت، الناحيه الثانيه كمان الكلام. يعني بيفتح الملعب على الخطوط بره. النهارده ممكن النادي الاهلي برده في وقت من الاوقات هتلاقي فيه تراجع، اكيد انت بتدافع عايز تطلع بنتيجه افضل. كويس. فهو ممكن تلاقي النهارده فاتح الملعب علشان يقدر يعني يشتغل من على اطراف النادي الاهلي. كويس. لكن النهارده لما بنتكلم عن مباراه الاهلي والترجي، احنا بنتكلم عن معركه وسط الملعب. صح، زي ما الكابتن علاء قال، دي اهم نقطه. النهارده اللي هيمسك نص الملعب هو اللي يمسك المباراه. وتعال ارجع بالارقام، النهارده لما نشوف محمد علي بن رمضان هداف الفريق 5 اهداف، عبد الرؤوف بن غيث ده 2، وبنرجع في النادي الاهلي طاهر 3 اهداف، ومحمد شريف 3 اهداف، وكان مجدي قفشه 2. فانت النهارده الهداف من هنا ومن هنا، هدافين الفريقين من نص الملعب. مظبوط. فالنهارده انت بتتكلم على نص الملعب. بص بقى بالمناسبه دي، انت حضرتك بتقول المساحه اللي ورا الظهرين، هي دي بقى اللي هشتغل عليها موسيماني النهارده. كويس. صلاح محسن وطاهر محمد طاهر. كويس. التحول السريع النهارده لما بتاخد الكوره وتسيطر على الكوره بعد ما بتقطعها، هتشتغل ازاي؟ ده لو انت عارف هتشتغل ازاي. النادي الاهلي في وقت من الوقت ما بيستعجلش الهجمه بسرعه. أي. عشان ما يفقدهاش، لا دايما كرة. بيجمد الكوره في الرجل، لازم النهارده ويرجع النهارده ده المطلوب بقى. لا، وتدي له ثقه كمان بالزبط. في الملعب انك قادر تتحكم في رتم المباراه. ايوه. وقت من الاوقات الثانيه لما بتقطع الكوره وعندك المساحه اللي ممكن تلاقيها في ظهر حمدي النقاز والياس شتي، ممكن تشتغل في المساحات دي، خاصة ان طاهر سريع، صلاح محسن سريع وعنده الجرأة ان يروح على الجون. أيوه. خلي بالك النهارده اللي يشوف النادي الاهلي يقول لك ممكن النادي الاهلي نازل يدافع النهارده علشان بيلعب 3، لا ده النهارده بتديك افضلية ان الثلاثة اللي قدام يشتغلوا على السرعات. أيوه. محمد شريف عنده عنصر السرعة وبيشتغل، عندك طاهر محمد طاهر وعندك صلاح محسن. النهارده معين الشعباني عمل تغييرة في خط ظهره. أيوه. اللي كان بيلعب 2 اللي في القلب، عبد القادر بدران وخليل شمامي. خلينا نقول بالمناسبه تشكيل الترجي، هيبقى تشكيل الترجي هيبقى معز بن شرفيه حارس مرمى، ناحيه اليمين حمدي النجاز، ناحيه الشمال اياس ستي، والاثنين اللي في القلب عبد القادر بدران ومحمد علي يعقوبي، قدامهم كوليبالي ارتكاز، لعيب ارتكاز لوحده، قدامه 2 عبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان وده هداف الفريق، والثلاثه اللي قدام حمدو الهوني الليبي وويليام توجي طرفين وخالد عبد الباسط مهاجم صريح. يبقى هو على الورق بيلعب 4-1-2-3. هو بقى التغيير اللي عملها النهارده في خط الظهر ايه؟ خليل شمام هو اللي كان بيلعب الماتشات اللي فاتت. مظبوط. دخل النهارده محمد علي اليعقوبي علشان عنصر السرعه اللي موجود في النادي الاهلي. ايوه. حته صلاح محسن. صحيح. وحته طاهر محمد طاهر. النهارده المهم في الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع النادي الاهلي، اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه، ازاي شكلهم في الملعب؟ أيوة. هل التلاته هيبقوا تلاته عرضي بالملعب؟ يعني ناحيه اليمين ديانج وفي النص السوليه وحمدي فتحي ناحيه الشمال، ولا هيلعبوها واحد
قاعده واثنين قدامه وفي وقت من الاوقات يبقوا اثنين وعمرو السوليه قدامهم زي قفشه. اه. ما انت النهارده مجدي قفشه عدم وجوده كان بيديك افضليه قبل كده في النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه هو موجود في الملعب بيديك انه بيربط الخطوط ببعض. يديك حته السيطره على الكوره، حته الاستحواذ، مين اللي هيقوم بالدور ده؟ علشان ما يبقاش في جاب ما بين خط الوسط ثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب وما بين الاطراف اللي طلع قدام محمد شريف وطاهر وصلاح محسن. لازم حد يملى المكان ده اللي بيبقى موجود فيه كولوبالي. كولوبالي خط وسط الترجي هو اللي بيبدا الهجمه من تحت وهو اللي بيحضر في نص الملعب. بس ما بيزيدش. ما بيزيدش. هو واقف على طول. هو واقف بيأمن. الكرة بتعدي عليه على طول. اه لازم. عشان دايما الكرة كويس. الاثنين اللي جنبه دايما هم اللي بيتقدموا. طيب محمد علي هو هداف الفريق. فرقة طبعا. علشان كده النهارده التلاتة تمركزهم ازاي في الملعب ده هيفرق النهارده. صحيح. عمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج. صحيح. النهارده لما بتاخدوا كرة مين اللي هيكمل التكمله مع الثلاثي الامامي؟ لازم عمرو السوليه عنده الحته دي. ممكن يروح في وقت من الوقت عمرو السوليه تعب ممكن يقف. ديانج عنده السرعه انه بياخد الكرة وبينقلك من الدفاع للهجوم ان عنده السرعه دي بيقدر أي. يكمل في الكلام ده أي. فممكن يعني يروح. حمدي فتحي انا بفضل ان هو يبقى دايما ثابت. هو عنده الافضليه في حته تحضير الهجمه. هو غالبا حمدي هو اللي يستنى هو الارتكاز. وانا افضل كده ان هو عنده نواحي دفاعيه اعلى بيعرف يجيد تحضير الهجمه من تحت ويقدر يغطي على الاطراف. علي معلول لو اتضرب في كوره اكرم توفيق يقدر هو يطلع في الاماكن دي ويغطي فيها. لكن النهارده اللي هيمسك نص الملعب هو اللي هيكون له الافضليه في المباراه النهارده. طيب كابتن عادل في ضوء التشكيل اللي احنا شايفينه قدامنا اعتماد مستر موسيماني على ثلاثي وسط دفاعي عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي، مين فيهم اللي يقوم بدور صانع الالعاب لما النادي الاهلي يمسك الكوره؟ ولا هنعتمد على الكرات الطوليه ورا ظهري الاجنب في الترجي التونسي؟ الاول تركه في الثلاثه اخر كلام اسامه ان انت تلعب ازاي الاول دفاعيا كويس هجوميا. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله فيها لان انت هجوميا فوائد كتير جدا في 2 3 1 ساعات بتقلب 4 1 4 1 ماشي وساعات قفشه بينزل بيسقط في نص الملعب عشان برضه يلعب الفرقه فوائد كتير جدا بتبقى 4 3 3 او 4 2 3 1 او ديفندر واحد وقفشه بيبقى على يمينه مثلا او سوليه على شمال. بس مش دي النقطه، النقطه كلها من اخر كلام اسامه الثلاثه دول هيبقوا عاملين ازاي؟ ولازم عشان ابدا اهاجم كويس لازم اقف كويس. كويس. وبرده بلال اتكلم في نقطه مهمه، نقطه على الورق واضحه ان هو الاسد العجوز شويه. هو يبدو فرقه الترجي فرقه خادعه، تبدو ان هي ممكن تكون مش في احسن حالاتها. ولكن عندها لعيبه جوه الملعب تقدر تصنع الفرق. وكلامك وكلام الكباتن ان حمدي فتحي هو اللي هيقف ورا هو اللي هيستنى ولا هي القصه مش انا بالنسبه لي انا مش عايز نلعب كده. كويس. انت لازم تلعب 2-1 وانت بتدافع لازم تلعب 2-1. ليه نلعب 2-1؟ لان انت اول حاجه حمدي الهوني وانيس البدري بيدخلوا جوه الملعب. مظبوط. تمام. وبيحملوا باتنين زياده كمان النهاردة. محمد علي بن رمضان. صح. وبغلان الشعلان. أي. يعني بيلعبوا كام في نص الملعب؟ بيلعبوا باربعه في الحته اللي هي قدام راس الحرب. ويليام هو اللي هيلعب النهارده. والنهارده هيلعب ويليام. سوري ويليام وعبد الرؤوف غيث. دول كل يعني مش مهم الاسماء، المهم ان هم دي طريقتهم. بيدخلوا الوينجين جوه وبيحملوا عليهم باتنين كمان لعيبه نص الملعب عبد الرؤوف غيث ومحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان من احسن ثلاث لعيبه داخل القاره. مزبوط. دلوقتي مزبوط. كصانع لعب وكلاعب عام. صحيح. من احسن اللعيبه في فلا برضو لازم يكون ما يبقاش وقت عنده على الكوره كتير. فدي نقطه مهمه جدا. هل احنا هنلعب بثلاثه؟ تلعب بثلاثه معناها ان انت ديانج والسوليه هيبقوا من فوق، معنى كده ان انت هتسيب منطقه جنب حمدي فتحي يمين وشمال هيدخل فيها لعيبه الاجنحه. دي نقطه مهمه جدا. لو انت عندك ديفندرين دخول الاجنحه جوه هيبقى صعب شويه. مش هيبقى بالسهوله اللي انت عادل. انت عارف اللي هيحددها انت هتبدا ازاي. ما هو ده اللي قصدي عليه. انت هتبدا 2-1 ولا 1-2 هتبدا تقابل فين؟ لا هو انت طبيعي انا نص الملعب الاربعه الثلاثه اللي موجودين دول لو انت بتلعب ب2-1 تقدر تقف زون تلعب زون كويس وتقدر تضغط كويس. لكن هتلعب 4-1-4-1 في الضغط هيبقى عندك مشكله كبيره لان حمدي النقاص بيطير. وهتلاقي عندك ويليام او حمدي الهوني كويس. موجودين اللي هيبقى ناحيه حمدي النقاص هيدخل جوه الملعب فبالتالي هيبقى عندك مشكله. أيوه. في صلاح محسن. بس هتضغط منين؟ لا ما هو انت بتقعد تلعب زون من دايره من اول الدايره وتبدا تشتغل عليه. هو ده طبيعي لازم تشتغل كده. ما ينفعش تلعب ضغط عالي مع فرقه الترجي. صح. في الترجي. صح. ليه؟ لامكانيات كمان لامكانياتك انت كمان. انت برضو لازم تشوف انت ايه المشاكل اللي عندك. مش عايزين نذكرها ولكن ما ينفعش العب ضغط عالي بره ملعبي طول الوقت.
هتلاقي حاجات في ظهرك كتير، لان حمدي الهوني عنده سرعات، وهتلاقي ان خالد عبد الباسط عنده سرعات، فما ينفعش نعمل ده. لان هي القصه كلها بلال واسامه اتكلموا في نقطه، هل هما ثلاثه بالعرض هيعمل ثلاثه فلات ولا اثنين وواحد؟ طب لو اثنين وواحد هنقفل. اه طب لما حمدي النقاز يطلع مين اللي هيقابله؟ هل صلاح محسن هينزل ال 40 50 متر دول كلهم؟ ولا هتستنى علي معلول يقابله؟ ولا لعيب نص ملعب يقابله؟ هي دي التركه، دي تفاصيل المباراه. ثلاثي نص الملعب وثلاثي نص الملعب في اثنين جامدين جدا، جامدين جدا الفرقتين بصراحه، بيملكوا عناصر مميزه جدا، ولكن الترجي النهارده عنده عناصر الهجوميه اعلى، لان لان رؤوف ومحمد علي بن رمضان بيهاجموا كويس، بيعملوا زياده كويسه. فانا شايف ان ال 4 2 3 1 كويسه، وجود صلاح محسن لازم يبقى ليه دور دفاعي كويس، ما ينفعش وحتى ومش هينفع ينزل الاخر، يبقى ياخد علي معلول، ياخد حمدي النقاز، ولعيب نص ملعب يميل شويه على ويليام توجي. طيب هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا عن طريقه تشكيل وطريقه اللعب الاهلي والترجي مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. يدخل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اختبارا صعبا عندما يواجه نظيره الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت على استاد حماد العقربي برادس. ويتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 من يونيو الجاري، حيث يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق بعدما سبق وتوج بالنسخة الماضية 2020 على حساب الزمالك، كما نجح في قيادة المارد الأحمر للفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي. ويدخل الأهلي المباراة وهو يفتقد جهود محمد هاني الظهير الأيمن، لكنه نجح في استعادة محمد مجدي أفشة صانع الألعاب بعدما تعافى اللاعب من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة كأس السوبر الإفريقي. وسعى بيتسو موسيماني لتجهيز كل اللاعبين لخوض تلك المباراة، ودرس كافة البدائل المتاحة في مركز الظهير الأيمن، كما أنه عقد أكثر من محاضرة مع اللاعبين وحرص على الحديث مع الجميع على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الترجي. وحرص موسيماني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتجديد دوافعهم وتجهيزهم فنيا ومعنويا لمباراة اليوم. وعلى الجانب الآخر، فإن فريق الترجي الرياضي التونسي يطمح إلى تقديم عرض قوي أمام الأهلي في تلك المباراة، خاصة أنه يعلم الدوافع الكبيرة لحمل لقب دوري الأبطال من أجل الاحتفاظ باللقب. وحرص معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي على الدخول في معسكر مغلق من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين. ويراهن مدرب الترجي على قدرات بعض اللاعبين مثل خالد عبد الباسط وأنيس البدري وحمد الهوني وإلياس شتي ومحمد علي بن رمضان من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القرن الإفريقي. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، وجود صلاح محسن وطاهر محمد طاهر على الاطراف النهارده، عايزين نتكلم على الدور الدفاعي بتاعهم في حاله طلوع. طبعا حمدي نجاز بيعملها وهو مغمض، اول ما يبتدوا من تحت حمدي ما يبصش للكوره، بيتقدم على طول. هل في الوقت دوت هينزل معايا صلاح محسن؟ طب لو نزل معاه صلاح محسن واحنا قطعنا الكوره، احنا المفروض ان حمدي النقاز هو عنده قوه لما بيتقدم، ولكن نقطة ضعف كبيرة جدا 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 في النواحي الدفاعية. فاحنا أكيد هيكون محتاجين صلاح محسن على الطرف علشان تتلعب له ورا حمدي النجاز. مين اللي هيحل محل صلاح محسن لو صلاح رجع مع حمدي النجاز؟ وأنت بص يا أيمن، اللي هيحل كل النقاش اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الفاصل ده، أنت شكلك رسمك التكتيكي زي في الملعب. كويس. أنت بالشكل ده مستر موسيماني هيلعب نص ملعب، هيستناه نص ملعب. صح. هيبقى محمد شريف على دايرة السنتر. كويس. وهيبقى صلاح محسن وطاهر محمد طاهر. الشكل ده هيخف الحمل البدني على الاثنين على الطرف، يعني بقى مجري 100 متر دي كلها مع النجاز، هيستناه في نص الملعب. لو اتقدم هو ملتزم بيه، يعني صلاح محسن يلتزم مع حمدي النجاز، والناحيه الثانيه نفس الكلام مع طاهر محمد طاهر، الى ان
يوصل مثلا لحد علي معلول، يعني مش هينفع صلاح محسن هيعدي علي معلول، يعني لو حمدي وصل لحد خلاص عند علي معلول هو اللي هياخده. واحد من نص الملعب اللي هم الثلاثي في نص الملعب اللي احنا بنتكلم عليه ده هياخد نص الملعب التاني، هو هيتقدم ويبقى صلاح محسن مش هيوصل لحد المنطقه الدفاعيه بتاعتك انت، صلاح محسن هيبقى بعد في نص ملعبك، بحيث انك لو قطعت الكوره يبقى اسهل تلعب على صلاح محسن او على الجانب الاخر طاهر محمد طاهر. لا يحدد كل الشكل احنا بنتكلم فيه ده انت شكلك ازاي وانت بتدافع. مبدئيا ما ينفعش بالشكل ده تقابل من قدام، طبعا تقابل من قدام مش هينفع، لانك انت هيبقى الحمل على الاثنين الاطراف كبير قوي، خصوصا هو بيعتمد على الاثنين الباكات مش بيعتمد على حد تاني. مزبوط. الى جانب على محمد علي في التكمله بتاعته، وده يمكن اخطر واحد فيه واحنا بنتكلم عليه دلوقتي، معاه كوره او معهوش الكوره، ده اللعيب الخطر. عشان كده في عندك ثلاثي في نص الملعب لازم يترقب كويس قوي، لان ده اخطر واحد دايما يا ايمن، مش اللي معاه كوره، اللي جاي دايما من خلف الامام فاضي، وواضح ان هو لعيب كوره كويس جدا وبيعرف يجيب هدف كويس قوي، فلازم يترقب في نص الملعب كويس قوي. من مين؟ من اي حد من الثلاثه اللي كان بيتكلم عليهم بلال دلوقتي، اللي هو عايز تقول حاجه؟ لا لا لا، اللي هو كان بيتكلم بلال دلوقتي، انا بتناقش على ان الثلاثه هيلعبوا فلات، يعني حمدي عمرو السوليه وقالوا ديانج وحمدي فتحي، الثلاثه هيبقوا فلات مش هيبقوا واحد واثنين. عارف يا كابتن بقى تركيبتها باذن حضرتك؟ لو لعبوا فلات لعب الاثنين من جوه، اللي هو لاعب طاهر وصلاح، لعبهم من جوه كويس، ولعب فلات وخرج الكره من بره في الوقت ده، انت هتمنع حاجه، هتخلي الباكات هتجيلك دريبل بالكوره بالظبط، مش هتاخد في ظهر المدافع. لا 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 لا، فبالتالي اللي هيطلع يقابل اللاعب اللي نص الملعب العكسي. دي صور حصريه لقناه الاهلي يا كابتن علاء. يعني الباص واللعيبه رايحه الملعب ان شاء الله بالتوفيق باذن الله رب العالمين ان شاء الله، حس ان في ثقه بالنفس، وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق باذن الله من ربنا يا رب ان شاء الله. فهو ايما بالظبط، يعني عادل كان بيتكلم نفس الكلام اللي اتكلم فيه، انت عامل زحمه في نص الملعب عشان ما يبقاش حمل بدني كتير قوي على صلاح محسن وعلى طاهر محمد طاهر. ماشي. انت دايما هتقابل من نص الملعب، بس هتقابل حمدي النقاز وهتقابل الناحيه نفس الكلام. وتقريبا كده احنا بنتكلم، احنا مركزين قوي مع فريق الترجي. فريق الترجي اكيد عامل مليون حساب ليك يا ايمن. طبعا كويس، وهو عارف ان هو عنده مشكله، وعارف ان عنده مشكله عنده الاثنين الظهراء جنب الحته الدفاعيه وراهم. عشان كده صلاح محسن وطاهر محمد طاهر هو عامل مليون حساب، لان هو اكتر قلق النهارده فريق الترجي ان الاهلي يجيب جول فيه النهارده. هو ده شغل الشاغل. طبعا. عشان كده برضه هتلاقي فيه حرص وهتلاقي فيه التزام كويس قوي، لكن ممكن تعدي كوره، اصل الملعب 90 دقيقه انت مش هتبقى ملتزم ومش مش هتقبل لعب طبيعي. طبعا. جدا. طبعا. لكن هو الذكاء انك ازاي تتعامل مع حمد النقاز، عدى بكوره عادي بتحصل في الدوري المصري هنا. صح. ان اي باك بيعدي، لكن هو دايما اللي بنتكلم عليه ما بعد كده. صح. حته دايما الرقابه كويس قوي، واكتر واحد بيتراقب كويس قوي هي الكوره عكسيه ومحمد علي، ان هو اخطرهم. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده حمد وكده، ده اهم لعيب واخطرهم، ده اهم لعيب. طب مين يستلمه؟ واحد من الثلاثه الافضل، واحد من الثلاثه. مش لازم انتم، مش لازم، مش لازم، مش لازم انتم مانا كابتن، هو مانيا هو القريب منه يبقى الزاويه. انا اقرب واحد ليه بالظبط، لكن مش مانتو مانيا، مش مانتو مانيا ايمن. وبعدين انت عندك ميزه ان ثلاثي نص الملعب عندهم حته دفاعيه عاليه، عشان كده لو عايز تقول ايه لقطات حصريه بقول لك من لقناه النادي الاهلي، واللعيبه رايحه للاستاد. وفكرنا بايام زمان يا كابتن علاء، فاكر لما كنا بنبقى بيبقى في قلق وتوتر شويه، ولكن القلق والتوتر دوت بيبقى في ثقه بالنفس، يعني طبعا تحس طبعا ان انت ان شاء الله باذن الله باذن الله هتعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. زي ما احنا بنتكلم على فريق الترجي كده ايمن، هو اكيد مليون في الميه عامل حساب لكل لعيبه عندك، وعارف ميزه كل لعيبه عندك، وازاي هيلعب، وازاي هيدافع كويس قوي، ازاي هيعمل تغطيه عكسيه. هو قلقان منك طول ما هو بيلعب على ملعبه، هو قلقان لان لو جه هدف ان شاء الله يا رب العالمين الاهلي يجيب هدف، الامور عنده هتبقى صعبه جدا جدا جدا. واي حد من الثلاثه اللي قدام دول عنده السرعه وعنده المهاره وعنده حته التهديف عاليه جدا كويس. بس انا بقول لك انا بنحترم فرقه الترجي كويس قوي، ونلعب على مفاتيح اللعب بتاعتها كويس قوي، لكن دايما هو الاخطر اللي من غير كوره، اللي هو زي ما كان بيتكلم عادل دلوقتي، محمد علي هو اخطرهم. اخطرهم دايما بيجي من غير الكره، من غير الكره دايما على المنطقه العكسيه، لازم تتراقب كويس قوي. مع مين؟ انا ما بحبش احدد اسامي، لكن دايما اللي عنده الكوره زي ما كان بيتكلم بلال واسامه دلوقتي، اللي ناحيه الكوره هو اللي التزم محمد علي. صحيح يا كابتن علاء. ساعات كمان هم بيعملوا ايه؟
يعني انا شفت لهم اهداف كتيره بيسجلوها. أي. يفضوا كل الحته اللي في الطرف للاثنين الباكين وكله يخش ال 18 تمام. يبقى عندهم زياده عدديه بره وجوه يعني في الحتتين. يعني جوه عندهم مثلا 3 4 وبره 18 اه بالظبط وبره 18 3 و2 بالظبط. استاذنك يا كابتن بلال معلش نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراه ونعرف منه اخر اجواء واخر تطورات اللي في المباراه. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن والتحيه لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب الكابتن احمد بلال الكابتن عادل مصطفى والكابتن اسامه حسني ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لك احنا موجودين دلوقتي يا كابتن ايمن في قلب ملعب طرابلس. طبعا في بعض الاحتكاكات ما بين افراد الامن والجماهير لان اعداد الجماهير هنا تتجاوز اكثر من 10,000 ده غير اللي موجود خارج الملعب يا كابتن ايمن. يعني الاعداد كتير جدا عن العدد المسموح فيه. كابتن سيد عبد الحفيظ وكان واقف مع مسؤولي الكاف والكابتن سمير عدلي بيتكلموا على هذا الامر وان الامر يعني الكاف بعت فاكس ب 5,000 متفرج. الاعداد اللي موجوده قدامنا دلوقتي يا كابتن ايمن تتجاوز ال 10,000 15,000 ده غير الاعداد اللي موجوده بره. طبعا كان في بعض القنابل المسيله للدموع حاول ان الامن يضربها. طبعا لعيبه النادي الاهلي لما نزلت لارض الملعب ما قدرتش انها تكمل عمليه الاحماء من شده الغاز المسيل. ايضا حكم اللقاء فيكتور جوميز نزل لارض الملعب ما استغرقش اكثر من 10 ثواني او 15 ثانيه وغادر ارض الملعب ويعني باين على وشه علامات الاستياء. استدعى مسؤولي الكاف واقف بيتكلم معاهم داخل غرفه الحكام. بعد مسؤولي الكاف واقفين دلوقتي حاليا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسي وموسيماني. لكن يعني بدات يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا كابتن ايمن حضرتك سامع بدات يعني الجماهير كمان تتوافد عدد بكثره على المدرجات. طيب هل النادي الاهلي ممكن يتكلم في موضوع ان هو ملتزم بال 5,000 متفرج؟ يعني ممكن يطلع انت بتقول لي على الاقل في 10,000 متفرج في الملعب. هل النادي الاهلي ممكن يعترض على كده ويقول انا 5,000 متفرج بس اللي يكونوا موجودين ويطلعوا الباقي؟ بالظبط يا كابتن ايمن. خليني اقول لك ان من البدايه كان من الاجتماع الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني شدد على هذا الامر مع مسؤولي الكاف. قال لو العدد تجاوز ال 5,000 متفرج ايه اللي هيتم؟ دلوقتي الكابتن سيد بيتكلم مع مسؤولي الكاف. النادي الاهلي بيطالب بالالتزام بال 5,000 متفرج لكن انا بقول لك الاعداد جوه الملعب طبعا بتتجاوز ال 10 15,000. يعني دلوقتي انا بكلمك الاعداد بدات تتزايد كمان على ال 15,000. في هذه الاثناء كابتن ايمن الكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سمير عدلي طبعا اللعيبه داخل غرف خلع الملابس دون اجراء عمليات الاحماء. واقف الكابتن سيد عمال طبعا بتستشهد ببعض الفيديوهات من ارض الملعب. كل الامور دي الكابتن سيد واقف مع مسؤولي الكاف اللي طبعا شايفين الامر. نفس الامر ايضا على فيكتور جوميز اللي نزل لارض الملعب شاف الصوره وشاف المشهد يا كابتن ايمن بدت عليه علامات الاستياء وغادر ارض الملعب. كويس قوي. في اللقطه ديت اللي قدامك دلوقتي حكم المباراه ممكن يقول انا مش عايز غير 5,000 متفرج في الملعب او مراقب المباراه يقول انا مش عايز غير 5,000 متفرج في الملعب، ايه الحل في التوقيت دوت؟ هو بالفعل يا كابتن ايمن اللي حكم اللقاء اللي برضه اللي احنا عرفناه من مسؤول الكاف اللي حكم المباراه طالب المسؤول الامني اللي موجود في من الكاف وقال له ان العدد المسموح به 5,000 متفرج. دلوقتي عشان تقدر تحسم الامر هي مشاورات دلوقتي داخل الغرف ما بين مسؤول الكاف وطاقم التحكيم. اعتقد ان فيكتور جوميز رافض تماما وشايف ان الامر بالنسبه له يعني انا ما خدش بقول لك يا كابتن ايمن 10 ثواني وغادر ارض الملعب وهو بيستدعي مسؤول الكاف وعلى وجهه علامات الاستياء من المشهد والاشتباكات اللي بتحصل ما بين افراد الجماهير وافراد الامن. يا فاروق انت بتقول لي ان في زيهم بره الملعب. بالظبط يا كابتن ايمن واحنا داخلين الاعداد اكتر من اللي موجوده في الملعب. خلي بالك ده ممكن يعمل لهم قلق ومشكله بره الملعب اكتر من جوه الملعب كمان، يعني حتى هيبقى في خطوره على لعيبه النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي. اعتقد حضرتك سمع معانا بعض يعني اصوات القنابل المسيله للدموع طبعا لتفرقه بعض الجماهير طبعا المتواجده خارج الملعب. وايضا اللي يعني انا بدا دلوقتي الامن يعني خليني برضه اقربك من الصوره اكتر وده كان بتعليمات من مسؤولي الكاف ان بدا الامن يخرج بعض الجماهير من ارض الملعب من المدرجات عشان نكون واضحين في كلامنا. بدا الامن دلوقتي مع مسؤولي الكاف اعتقد ان مستر فيكتور جوميز حكم اللقاء طالب بهذا الامر. بدا الامن ان هو دلوقتي يعني يكون موجود في المدرجات يفرق الجماهير ويبعد الجماهير ما بيستمر بقى العمليات فصل الزجاجات على افراد الامن من جمهور الترجي التونسي. طب هل هي مسؤوليه تنظيم المباراه
ومسؤوليه تحديد عدد الجماهير، مش لازم يكون في مسؤول من الكاف مع المسؤولين اللي هم تبع الترجي التونسي؟ بالفعل يا كابتن ايمن كلام حضرتك يعني صحيح 100%، وايضا بيبقى موجود مسؤول امني، مسؤول الامني يعني بالمناسبه كان الكابتن سيد وهو بيتكلم معاه بالامر في هذا الامر قال له يعني بالعربي كده زي ما بيتكلم قال له انا مش هقدر اعد الجماهير واحد واحد. ايوه بس بتبقى ملحوظه يعني حتى من غير ما يعدها بتبقى ملحوظه. هي دي بالظبط يا كابتن ايمن، هي دي اللي لاحظها فيكتور جوميز اللي حكم النقاط اللي اول ما نزل شاف ان الاعداد متجاوزه كتير جدا ال 5000 متفرج، ودلوقتي خلاص الامن بدا ان هو يبعد الجماهير ويخرج الجماهير خارج الملعب، لكن انا اعتقد يا كابتن ايمن ان الجماهير مش هتخرج بره. ماشي لحظه، انت بتقول لي بيخرج الجماهير، هل بيخرج كل الجماهير ولا بيخرج اعداد زايده؟ لا بيخرج اعداد زايده يا كابتن ايمن، بس برضه الجماهير بتخرج بتروح على المدرج الثاني لان المدرجات تعتبر مفتوحه على بعض. طب معنى كده ان الماتش مش هيتلعب في ميعاده. دلوقتي يا كابتن ايمن بدا اللي هو فيكتور جوميز ينزل ثاني لارض الملعب معاه مسؤول الكاب بيعاين يشوف عدد الجماهير هل يتوافق مع ال 5000 ولا لا؟ لكن لا في الوقت اللي انا بكلمك فيه الاثنين المساعدين مارتينيز رودريجو وفوسنتي واقفين بيتابعوا وبيشوفوا عدد الجماهير، لكن اعتقد انه ممكن بدايه المباراه تتاخر يا كابتن ايمن عن الساعه الخامسه بتوقيت تونس. اتفضل يا استاذ. يا فاروق انت في الملعب دلوقتي يا فاروق؟ احنا موجودين بالفعل في الملعب يا كابتن علاء. طيب دلوقتي في قرار المسيله للدموع الامن تعامل بيها دلوقتي مع الجماهير دلوقتي حالا. بالظبط يا كابتن اسامه، ويعني مع شده القنابل لعيبه النادي الاهلي ما قدرتش انها يعني تجري عمليات الاحماء غادرت ارض الملعب، كان في بعض الاغماءات السريعه لكن يعني تم يعني تدارك الامور سريعا واللعيبه خرجت من ارض الملعب والتوجه الى غرفه خلع الملابس. يعني هو لسه قدامنا فتره ان اللعيبه تنزل مره ثانيه وتعمل اجراءات الاحماء، يعني ممكن كمان المباراه ما تتلعبش في ميعادها. نعم يا كابتن ايمن. بقول لك اللعيبه دخلت، انت بتقول لي دخلت اوضه اللبس تاني، معنى كده لما يديلهم الحكم الامر ان هم يرجعوا تاني يعملوا اجراءات الاحماء هتاخد فتره، فبالتالي المباراه مش هتتم في موعدها. بالظبط يا كابتن ايمن ده كلام صحيح، 45 دقيقه هتبدا لسه فتره الاحماء من بدايه نزول اللاعبين لارض الملعب، لعيبه الاهلي غادرت ارض الملعب دون اجراء العمليات الاحمائيه، وايضا لعيبه الترجي غادرت ارض الملعب دون اجراء العمليات الاحمائيه، ويعني وقت المباراه يا كابتن ايمن اكيد مش هتبدا في الساعه الخامسه لان الحكم كان مشدد بالامس ان مده التدخين لكلا الفريقين او في الاجتماع الفني قال انها تكون 45 دقيقه. بنتكلم دلوقتي يا كابتن ايمن ان احنا الساعه دلوقتي بتوقيت تونس 4:30 و5، اعتقد لا يعني اللعيبه قبل ما تنزل لارض الملعب موعد المباراه ممكن يوصل للساعه الخامسه والنصف. يعني في قدامنا يمكن كمان ساعه كمان. طب عمل تشيك على الفار الحكم خلاص فاروق راح من صوته، لكن طبعا اجواء صعبه شويه يا كابتن علاء. جدا طبعا يعني. يعني تحس ان هي مش تحت السيطره. لا واضح ان الدخول الجماهير كان، بس ازاي يبقى انا محدد 5000 يوصل لاكثر من 15؟ انا عايز اقول لك حاجه، دي ممكن تحصل لو انا لوحدي المسؤول، مسؤول نادي الترجي، ولكن فين مسؤوليه الكاف في اللحظه؟ بالظبط. ما هو عشان كده الحكم نزل الملعب يا ايمن وصمم على ال 5000 بس 5000 بعد الناس دي ما دخلت صعب. انت بتتكلم في حاجه صعبه جدا، مش هتحصل. صعب وفيها مخاطره. صعب تعرف تطلعها. صعب تطلعها. هي هتوصل في الاخر ان هو هيسجل. هيسجل عدد من العدد. لك يعني حتى لو طلعت عدد فاروق بيقول لك بيمشي بروحه المدرج الثاني ان كل المدرجات مفتوحه على بعض. فهي هو الغلط من الاول يا ايمن. زي ما انت بتتكلم على الترجي وعلى مسؤول الكاف ان ازاي يخش العدد ده كله. انت محدد 3000 او 5000 في تيكتس يا كابتن المفروض بتخش بيها. ما انا بقول لك عشان دي لا بتكلم، يبقى لازم بالعدد معين يا ايمن وخلاص. لكن واضح ان الجماهير عايزه تحضر مباراه النادي الاهلي وتمثل ضغط على الاهلي. بالظبط، هو تمثيل ضغط عام يعني مش من يعني اهي الصور معانا كابتن على بعدين قنابل المسيره الدموع دي كمان صعبه جدا. لعيبه الاهلي كانت قنابل المسيره الدموع وليد الاجواء صعبه، اجواء انت كده بتنقل وبالك الحاجات دي برضو وارد ان هي تكون مقصوده انك بتنقل للعيبه ده بتنقل التوتر ده للعيبه زي ما حصل في 2017 و18 للاسف دايما مباراه الترجي على ملعبها
كده برضو احنا دايما لا مباريات راضيه يا اسامه لو انت فاكر كان نفس الاجواء دي لازم في ارهاب في جو لازم في حاجه بتعمل يعني. بص تاثير حتى الغاز المسال الدموع على وشوش وليد سليمان والشناوي ومش هيتاثر بحاجه الجمهور هيخرج وهيرجع تاني لكن اللعيبه هتتاثر بيعمل شماريخ اللعيبه ده ضغط اعتقد ان هو ضغط ممنهج على اللعيبه بيحصل متكرر دايما ده ضغط ممنهج على اللعيبه كل مباراه تونس بيبقى مباراه اللي بتونس بيبقى فيها اجواء فيها ضغط طيب غير مباشر على اللعيبه هل الاجواء دي بتاثر نفسيا على لعيبه النادي الاهلي لا هتاخد من تفكيرهم طبعا هتاخد من تفكيرك وانك تاجل اللقاء شويه وانك تشتغل تخرج وترجع تاني لا حاجات دي بتاخد من تفكيرك طبعا مجرد خروجك ورجوعك تاني بالظبط دي كل حاجه بس هم بتتعمل عشان تاخد من تفكيرك نفس هم برده الفرقه لا 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 هم بلال احنا برده بلال كل الناس راحت لعبت في تونس هم في نكهة سيناريوهات بتبقى متكررة متفق عليها ومقصودة سيناريوهات مقصودة انت سيناريو بتاع أزارو 2017 وهشام محمد طب ما السيناريوهات دي مقصودة واللعيبة خافت واللعيبة كانت خايفة لا والفار هل الفار دلوقتي برضه شغال ولا مش شغال المفروض يشتغل لان سمعت ان الكابتن محمود الخطيب اصر على وجود الفار انا بتكلم الحكم اسخباك بص ممكن يجي يقول لك دلوقتي الفار باظ انزح حكام القاره في افريقيا فالنهارده هو في النهائي مع الوداد يا كابتن اصلا المفترض ان هو كان شغال بعد المباراه اكتشف ان هو ما كانش شغال بعد المباراه يعني ممكن حكم يعدي يقول لك خلاص وعدي وخلي الامور وفي حكم يقول لك لا خلاص لازم استنى ولازم اطبق اللائحه اللي موجوده ياسر وبيكم مش قادرين طبعا ده قدامهم على الاقل ده شريف محمد شريف ده على الاقل قدامه ساعه ده ياسر والورا طاهر محمد طاهر ده ياسر وطاهر فهي الاجواء تعتبر صعبه والكابتن عادل قال على حاجه ان الاجواء دي معتادين عليها حصلت قبل كده طول الوقت كل المباريات اللي خارج ملعبك في التوقيتات دي بالذات مباريات الفاينل والسيمي فاينل لازم تلاقي فيه حاجه بتحصل وده برضو احنا برضو تعودنا عليه انا شايف ان احنا اتعودنا خلاص على الحاجات دي ان شاء الله ما ياخدش من اللعيبه من تفكيرهم بس غصب عنك خلاص ما انت جيت وعامل انت يعني مسست نفسك هتلعب في وقت معين مباراه تاخر طبيعي هتاخد منك على طول هتاخد منك طبيعي جدا فده شيء وكمان شويه الجمهور هيدخل هيروح مدعم فرقه الترجي فهم هيدخلوا في الجيم خلاص على طول فانت هتاخد منك شويه فاتمنى ان احنا يعني يبقى انا كنت شايف في البدايه المجلس ده كله موجود وكابتن خطيب مع وجود مع اللعيبه وبيشد من ازرهم ده برده جزء كان مقابل اللعيبه يسلم عليهم طب ده جزء من ان هو برده بيخبط عنك ده هنا بقى في واضح ان في مشاحنات بين رجال الامن والجمهور نفسه يعني انا لو يعني انا كلاعب نادي الاهلي بلعب في الاجواء دي انا بتاثر نفسيا طبيعي انا ببقى مهتز نفسيا اتمنى بقى الاتحاد الافريقي يبقى ليه تدخل بقى حلو ما الاتحاد الافريقي كابتن اسامه بص المنظر يا كابتن اسامه بص الامن يعني انت النهارده انت هي مش مجرد مباراه كره قدم انت بتتكلم عن قاره بنظام فيها باتحاد فيها فلازم النهارده ميعاد مباراه كمان بيبتدي وفي عندك لوائح لازم الاتحاد الافريقي يكون ليه حاسم ويقدر يطبق اللوائح خاصه اسامه بص اسامه انت وصلت المرحله دي ليه لان البدايه من الاول غلط وصلت المرحله دي الغلط في الاول ايه ما التزمتش بالعدد بس انت متخيل لو انت التزمت بالعدد ب 5000 مش هيحصل المنظر احنا شايفينه ده طبعا. بس واضح اذا كان قايم بيتكلم على المسؤولين يعني سابوا شويه جماهير ساب لقى المنظر حكم فيكتور تمام طبعا حكم هايل بيقول لك بالظبط قعد 40 ثانيه في الملعب يا اسامه وخرج يعني خرج من شكل الجماهير ما ينفعش 5000 يبقوا انت قبل ما فاروق بره 15 قبل ما نتكلم انت بتقول لي هيوصلوا 20 كمان خلي بالك انت كده بتوثق وقعه بالظبط بتوثق الحدث اللي موجود حلو دلوقتي كابتن اسامه انت بتقول لي ان الاتحاد الافريقي هيعمل ايه حلو قوي انا الاتحاد الافريقي خلي بالك كل الحاجات دي بتاثر على لعيبه النادي الاهلي قبل ما ينزلوا الملعب اقصى حاجه الاتحاد الافريقي هيعملها عقوبه ماليه انما الاجواء دي لا قدر الله ممكن تخسرني ماتش ما هو ده بقى دور بقى كابتن سيد النهارده والجهاز الفني ليهم ما هو دوره انه ايه يقول مش هلعب الماتش مثلا ازاي ما يدخلش اللعيبه في الاجواء دي ما يشيلش اللعيبه في الاجواء دي افصل بص يا ايمن مفيش حد فينا كده هنا في الاستوديو ما عاش الاجواء دي واسوء صحيح حتى اللعيبه دي حتى كابتن علي كلهم كمان لكن هو الذكاء يا ايمن انك تخرج ازاي من الجو ده تفصل اكيد بص يا كابتن سيد اللعيبه عندها خبرات يعني في لعيبه كبيره عندها لعيبه ممكن تتاثر وفي لعيبه اكيد هتتاثر كويس انت بقى دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دول الناس في غرفه الملابس اكيد كابتن سيد مستر موسيماني واللعيبه الكبيره بيهدوا الامور خالص وبيفصل عن اللي بيحصل بره في الاخر يا ايمن بعد كل اللي بيحصل ده انت هتنزل الملعب
11 لعيب ده 11 لعيب. أيوة. حتى لو الاستاد ده كله مقفول. لو الحاجه الثانيه يا كابتن علاء انت فاهمني اللي يفصل فيها لما يكون عندك حكم شخصيته ضعيفه زي الراجل النهارده. حكم النهارده نزل يعني تحس ان هو صاحب قرار عنده شخصيه 40 ثانيه قال لك المباراه ما اتلعبش وخرج بره. طب نستاذنك يا كابتن اسامه بعد اذنك ممكن نروح برده لفاروق صلاح مره ثانيه من ملعب المباراه ونعرف اخر المستجدات. اتفضل يا فاروق. احنا جديد بجد في تحيه يا كابتن ايمن وكل ضيوفك وكل مشاهدينا. خلينا نعرف بعض من الاحداث دلوقتي. فيكتور جوميز اللي حكم القطاع اللي هو موقف اعتقد موقف يعني يا ريت يتم الاستمرار عليه. حكم المباراه بيواصل اتصالاته مع مسؤولي المنتاج وبيرفض ان يجوز ارض الملعب بيوقف في الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا وبيعرض عليهم الامر. ايضا اتحرك شويه فاروق مش سامعين كويس. فاروق الحكم بيتصل بالمسؤولين في الكاف بيعرض عليهم الموقف يعني كويس. ايوه حبيبي بقول لك اتحرك شويه كده عشان الصوت يعني مش واضح بسهوله. طيب ماشي ممكن نتصل تاني بفاروق. واضح ان حكم المباراه طبعا مصر. بص اهم حاجه النهارده في اللقاء زي الاهلي والترجي انا عايز اقول لك حاجه. بص يا كابتن اسامه اعتقد دي شماريخ. دي شماريخ. وخلي بالك الامن تعامل مع الموقف وزياده الجمهور بقنابل مسيله للدموع حتى وصلت للعيبه لعيبه الاهلي وهي بتعمل عمليات الاحماء. فمن الواضح ان عدد الجمهور زاد عن الشكل المتوقع بكتير كمان. لما بتتكلم في 5000 وخلي بالك بالشكل ده ممكن العدد وصل اكتر من 20000. دول خرجوا طبعا. دول شكلهم في ناس خرجوا غير بره الملعب. غير بره الملعب في ناس بره. فاروق بيقول خلاص بره الماتش نفسه. في ناس هتخش اثناء الماتش نفسه. صحيح يعني فانت النهارده فانت النهارده كان ممكن حكم يجي في الاجواء دي والضغط الجماهيري يقول لك عايز اطلع بالمباراه لبر الامان والعب المباراه واسيب الجمهور. طيب هنروح تاني لفاروق صلاح ونعرف منه برده اخر مسجات. اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك وكل مشاهدينا. يعني بقول لك في هذه الاثناء يا كابتن ايمن ان فيكتور جوميز حكم اللقاء يجري اتصالات حاليا مع مسؤول الكاف ورافض النزول لارض الملعب بسبب يعني تجاوز اعداد الجماهير والقنابل الغاز المثيره للدموع ورافض تماما وبيجري اتصالات وبيعرض الامر على مسؤولي الكاف. النقطه الثانيه ان حمدي المؤدب رئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي نزل لارض الملعب يعني للحث للشغب الجماهير والاحتكاكات اللي بين الجماهير ومسؤولي الامن وفرض قوات الامن للدفع بقوات اضافيه قوات من الامن اضافيه لارض الملعب لمواجهه شغب الجماهير. ايضا الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي اجتمع مع المسؤول الامني للاتحاد المسؤول الطبي للاتحاد الافريقي واثبت ان في حالتين اغماء من جانب وليد سليمان وعم حارس اللي يعني حصل يعني دي في الشعب الهوائيه ورفض تماما وخد وعد من مسؤولي الكاف والمراقب الطبي وبعدم النزول لارض الملعب الا لما رائحه الغاز تتلاشى من ارض الملعب. دلوقتي اللي انا بكلمك فيه اجتماعات دلوقتي كابتن ايمن ما بين فيكتور جوميز مسؤولي الكاف ايضا يعني بيحاولوا يرصدوا ويوثقوا الامور الموجوده في ارض ملعب بالصوت والصوره. دي كانت كل المستجدات حاليا من الملعب الاولمبي برادو كابتن ايمن. طيب يا فاروق بالنسبه للي هيحصل بعد كده يعني احنا بنتكلم على حكم المباراه مش عايز ينزل دلوقتي اللي هيحصل بعد كده هل بيبقى الاتحاد الافريقي بيغرم الترجي بس ولا بيعمل في حاجه عقوبه اقصى من كده؟ اعتقد يا كابتن ايمن يعني طبقا يعني بعد سؤالنا للمسؤول الكاف لو استمر الامر على هذا من الممكن ان المباراه ما تتلعبش في ظل هذه الاجواء وبتبقى بعض الامور اللي بيلجا بيها يستند بيها النادي الاهلي ان ممكن المباراه تتنقل من ملعب رادس او من تونس بصفه عامه. طيب احنا شايفين دخول بعض الجماهير بشماريخ كمان. بالظبط يا كابتن ايمن في دخول بالشماريخ ويعني وايضا ببعض الادوات ويعني نتكلم في شماريق وبعض الامور اللي هي زي الباراشوتات اللي هي بتحدفها الجماهير على الامن دي كلها مسموح بيها في ارض الملعب وده وصفه على فكره فيكتور جوميز ومسؤولي الكاف في ارض الملعب. والجهاز الفني واللعيبه موجودين في اوضه اللبس؟ حاليا الجهاز الفني واللاعبين في ارض الملعب مش هينزلوا ارض الملعب حاليا. ايضا لعيبه الترجي كمان ما قدروش ان هم يستحملوا الموجود او الجهاز الموجود في ارض الملعب وتوجهوا سريعا. لكن من الامور المهمه زي ما قلت لك يا كابتن ايمن ان فيكتور جوميز يعني ما استغرقش الامر بالنسبه له 10 20 ثانيه وبدت عليه علامات الاستياء وحاليا زي ما قلنا بيجري صلاته وبيستدعي اكثر من فرد من مسؤولي الكاف الموجودين في ارض الملعب وهو واخد موقع يعني فيكتور جوميز واخد قرار يعني بالنسبه له الامر في يعني ان هو يستأنف المباراه في هذه الاجواء هو رافض تماما. طيب
طيب هل قدامك انت دلوقتي من ملعب المباراه، هل ابتدى العدد يقل ولا برضه زي ما هو؟ هو العدد الموجود يا كابتن ايمن في الملعب مش ابتدى يقل، الجماهير موجوده في بعض الاماكن، مع انطلاق صافره البدايه هيتجمعوا مره ثانيه وينزلوا، هم موجودين داخل حرم الاستاد. الامر فقد الصفاره خلاص. عشان اكون واضح معاك، موجودين جوه حرم الاستاد. يعني ما زال العدد يزيد عن 5000. بكثير يا كابتن ايمن. بكثير. كمان بكثير. طيب ماشي يا فاروق، هنتابع معاك اولا باول، وبرده يعني تقول لنا المره الجايه ان شاء الله اخبار يعني باذن الله تبقى مشجعه شويه. بص يا ايمن، انا قايلك يا كابتن علاء قبل المباراه باربع يعني كذا ساعه. هو ده السيناريو المتوقع من قبل الترجي، 5000 جمهور، وفي في ال 5000 ده افتح وزود العدد والعب بجمهور يبقى داعم ليك. بص يا اسامه، انت دلوقتي دخلت هي في المشكله الاكبر في ايه؟ ان حتى لو الجمهور كان بيتكلم فيها بلال دلوقتي، لو الجمهور حتى فضى مدرج ايمن وبعده كويس او حتى او مباراه ما تبدا ان شاء الله هيرجع، مفيش حد هيخرج من الاستاد يا ايمن خلاص. انا بقول لك هي الاول المشكله حصلت من الاول. لا ده في حاجه كمان يا كابتن علاء اخطر، حتى لو نجحوا انهم يطلعوهم من بره، الجمهور ده هيفضل في الاستاد من بره، هيمثل خطوره كمان على الفرقتين اللي جوه او على الاقل لعيبه النادي الاهلي. هيطلعوا بره ما اعتقدش، هم هيطلعوا بره يعني، هما ممكن يفضوا مدرج ويبعدوا شويه، لكن وقت المباراه تبدا خلاص هيروح راجعين تاني. هي المشكله بدات من الاول ايمن، السيطره عليها مع الجماهير في الملعب بقت صعبه. انت ممكن تسيطر على كل حاجه يعني، فيكتور بيميز مش هيبدا المباراه بيقول لك لما الجماهير تطلع بره ماشي، ورئيس نادي الترجي طلب قوات امن زياده كمان، واضح ان الموضوع صعب قوي، خارج عن السيطره، خارج لان العدد زاد يعني. بص 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 المنظر يعني، حتى بص شكل السيد متاثر قوي، ما اعرفش الصوره دي امتى قبل ولا يعني، بص المنظر يعني، ده كل ده قبل المباراه ايمن يعني. بص الملعب فاضي كمان، ده انت بتتكلم على ساعه قدام على الاقل، انت فاهم ده بالظبط، مش يعني ساعه عشان يبدا المباراه، لكن هو الشكل هيبدا بيه ازاي؟ هو الوقت هي مشكله على فكره، مشكله مش سهله. الحكم هيبدا المباراه دي ازاي؟ باني شكل زي ما هو عايز كده هيطلعوا الناس بره، بس زي ما احنا اكيد هيحصل كده وقت المباراه هينزلوا. بص يا كابتن علاء، احنا دايما اعتدنا على الشكل ده في مباريات دايما مباريات الترجي. شوف الترجي لما بيوصل فاينل ولا سيمي فاينل، شوف فار بيتعطل، جماهير بتدخل، ضغط على الحكام، دايما المشهد ده معتاد في مباراه الترجي. النهارده لو الاتحاد الافريقي، المنظر قبل ده كده قبل المباراه، الاتحاد الافريقي النهارده لو بيطبق اللائحه ويظهر قوته مش هتشوف الشكل ده ولا المنظر ده دايما في مباريات الترجي. المنظر ده اعتدنا عليه في اخر 10 سنين. دايما بتلاقي مباراه الشماريخ الحكم بيتاثر، بياخد مباريات انا اتمنى يعني. كمان يا كابتن اسامه في الاجواء دي فار ما بيشتغلش، الفار ما يعطلش. ما انا بقول لك هي اول حاجه دايما هو ده الشكل اللي اعتدنا عليه مع الترجي في مباريات لا والله اول حاجه لا بس فار باص الشماريخ ولا في اي حاجه في حاجه. كابتن خطيب يعني كان مركز على الموضوع ده قوي قوي، الكلام ده كان من امبارح كتير جدا، اللي بعد من فتره ان لازم الفار يبقى موجود في المباراه. ازاي يتاكد قبل الماتش؟ هم اكيد اكيد قبل الماتش. بص يا كابتن ايمن، طول ما انت عندك حكم نزيه يضمن ان الامور تمشي. النهارده لو الجماهير دي بالعدد ده، واحد غير فيكتور جوميز كان ينزل يلعب، يطلع بالمباراه ويلعب، وبعد كده مراقب المباراه يكتب التقرير بتاعك وعدي بالمباراه. بس بص يا اسامه، هي المشكله دلوقتي مش فيكتور جوميز، دلوقتي اللي هيجي له ايه؟ ما ممكن يجي له امر انه يلعب المباراه. لا مش قصدي، انا فيكتور جوميز هو بيحكم المباراه صح، دي حاجه ثانيه. حتى لو يقدر يحميك، هو يقدر يحميك، يرجع يحميك يقدر يحميك صح. او على الاقل مش هيبقى ضدك في حاجه، يبقى في يعني هو راجل هيبقى فير، مش يعني مش هيبقى في حاجه عليك، او مش حقيقي نقدر نقول ان هو ايه يستسلم للضغوط من بره، ان هو يلعب الماتش في الاجواء دي. لا هو اعتقد هيلعب، ما اعتقدش أيمن. لا خلينا نتفق ان هي دي الاجواء دي يعني حاجه ممنهجه، هتتلعب يعني في الاجواء دي، هتتلعب مؤقتا، هي بس هدوا الاجواء شويه، لكن في الاخر هتتلعب الناس اللي موجوده، هيحصل هيخرج شويه الجماهير، حكم يصفر يلعب الماتش بعدين الجماهير تاني، يخلص الماتش غرامه على الترجي وخلاص خلص يعني كالعاده. هو انت ازاي بقى تقدر تلم نفسك زي ما كابتن علاء قال، ازاي تقدر تلم نفسك بعد الاجواء دي؟ تركيز بس صح بالظبط، وتاخد وقت، ومهم جدا انك تاخد وقت. هتعرف تلعب امتى؟ دي نقطه مهمه جدا. انت ممكن تدخل اوضه جوه وتدخل اوضه اللبس وتستنى المشاورات كتير جدا، بس ما تعرفش تلعب امتى. ممكن تلاقي نفسك، وممكن تلاقي طرف عارف هي المباراه هتلعب امتى. صحيح. يعني ممكن تلاقي طرف عنده موعد المباراه الحقيقي، وممكن طرف تاني ما عندوش، فدي برده نقطه مهمه جدا، لازم احنا برده نبقى يعني نبقى سباقين. بص بص يا احمد، دلوقتي كل اللي بيحصل دي والمشاكل اللي بتحصل في تونس، طبعا اهم حاجه دلوقتي غرفه
لعيبه النادي الاهلي بس. هو ده الصح. ركز اللعيبه بالظبط، هو ده. سيبك من كل اللي بره ده، لكن هو ان شاء الله غرفه لعيبه النادي الاهلي مركزين ومستنيين زي ما بيقولوا عادل، هيلعبوا مباراه امتى؟ هم رايحين عشان 90 دقيقه. اهم حاجه دلوقتي يا كابتن علاء اوضه اللبس. بالظبط. دي حقيقة. دي حقيقة. طيب يعني هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، في الاجواء دي ايه دور، طب قبل ما نتكلم مع كابتن علاء معانا زميلنا فاروق صلاح على الهاتف. خير، اتفضل يا فاروق، قول لنا اخر الاجواء عندك. جدا بجد التحيه دي يا كابتن ايمن لكل ضيوفنا لكل مشاهدينا. في وقت ما بكلم حضرتك اجتماع حالا بيتم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ممثل النادي الاهلي ورياض مسلوم مراقب النادي الترجي ومراقب المباراه ومراقب التحكيم وحكم المباراه دكتور جوميز باتخاذ بشان اتخاذ قرار من اقامه المباراه من عدمها. من عدمها؟ بيتم حالا بيتم هذا الاجتماع لاتخاذ قرار بشان اقامه المباراه من عدمها. صاحب القرار. طيب ماشي يا فاروق، هنرجع لك مره تانية وتقول لنا القرار اللي اتاخد بقى ان شاء الله. كابتن علاء، في الاجواء اللي زي دي دور الجهاز الفني مع اللعيبه مفيش، انا زي ما بقول لك كلام، لازم منتهى الهدوء في اوضه اللبس، منتهى الهدوء، ما بيفكرش في حاجه خالص غير ان هم هيلعبوا مباراه. حتى لو بدا يتكلم احتمال ممكن المباراه تتاجل ما تلعبش النهارده، لا هو مركز وبيكلم لعيبته ان المباراه هتتلعب، ويخليه في تركيزه في اوضته بس، يبعده كل البعد. هو ده الدور يا ايمن، ده دور الجهاز الفني والجهاز الاداري، وان اللعيبه الكبيره اللعيبه المؤثره اذا كان وليد اذا كان الشناوي الناس الكبيره دي، لازم كل الكلام اللي في اوضه اللبس هدوء خالص. احنا هنلعب مباراه، جايين نلعب 90 دقيقه، مالناش دعوه بكل اللي بيحصل بره. اللي كل بيحصل بره ده مش في صالح يعني، مش في صالح لعيبه تونس يعني، مش في صالح لعيبه النادي، لا ده في صالح لعيبه النادي الاهلي. لكل الكلام ده هو عايز يضغط عليكم كده، بس واضح ان الموضوع دخل منعرج تاني. يعني بقول لك من الغاء هيلعب مباراه او لا، يعني فاروق صلاح بقول لك اجتماع الوقت هيلعبوه او لا. واضح ان فيكتور جيميز لما كان بيتكلم عليه اسامه دلوقتي ان هو جدا ومصمم يلعب بنفس المعايير اللي قالوا هيلعب مباراه. غير كده مش هيلعب مباراه، ودي احسن حاجه النهارده حصلت. احسن حاجه حصلت دي صوره من ملعب المباراه حاليا دلوقتي الان دلوقتي دلوقتي بقى اعتقد من ملعب المباراه بس على الشكل ده لا يبقى ممكن يتلعب الماتش على الشكل ده طبعا هيتلعب. لو الشكل ده دلوقتي حالا الصوره دي يبقى اعتقد ان المباراه هتتلعب. لو 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 بدانا بالشكل ده ومره واحده دخل زياده في عدد الجماهير هيعمل ايه؟ دي بقى هيوقف مراقب المباراه على حسب هيقدرها ازاي، يعني حسب برضه حجم الجماهير. النهارده الجماهير بس الصوره دي الصوره دي الصوره دي دلوقتي يا ايمن حتى بالنسبه دي حالا هم بيقولوا لي ان الصوره دي حالا. انا حاسس الصوره دي مش بص يا كابتن ايمن الصوره دي دلوقتي على طول هو الحكم حالاً. الحكم واقف وراه علشان النهارده الاتحاد الافريقي بعت للترجي خطابات رسميه قبل المباراه مرتين علشان يؤكد على ال 5000 بالاجراءات الاحترازيه كويس، وشدد على الترجي النقطه دي، حضور 5000 فقط زائد الاجراءات الاحترازيه. أيوة النهارده حاجه في صالحك انت يا اسامه دي. طب يعني دي حاجه في صالحك انت. ما انا كنت بقول لك يعني كل اللي بيحصل دلوقتي انت ما عندكش ضرر في حاجه، ده في صالحك انت، انا كنت على الترجي. بس عندي ضرر نفسي يا كابتن، يعني نفسي. بص يا ايمن اللعيبه دي برضو خد بالك، ما دي صوره حالا. ده انت جايب لي صوره فيها 3000 ده حالا. لو حالا والصوره اللي فاتت يعني لو الصوره دي والثانيه اكيد المباراه هتتلعب. لان دي صوره حالا فعلا يبقى اعتقد ان الامور يعني الجماهير خرجت. اعتقد لو الصوره اللي فاتت جات لنا الوقت حصري اعتقد لو 5000 الصوره جت دي. بص يا كابتن ده اكتر من 5000 طبعا اكيد، ده جنب واحد على فكره. وفي جنب التاني وفي جنب مش باين من الصوره، يعني ده ورا الجول بس. وفي ممرات كمان جوه الجماهير واقفه فيها. ايوه اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا اسامه اتفضل يا اسامه كمل كلام. يعني اتمنى ان شاء الله يبقى فيكتور جوميز ياخد القرار الصح اللي شايفه هو النهارده. واهم نقطه في الموضوع كله، ممكن المباراه تتاجل ساعه، ممكن تتاجل ساعه ونص، ممكن تتاجل يوم تتلعب. يعني انا بتكلم على الوقت الحالي القريب انها ممكن تتلعب بعد ساعه او ساعه ونص. يبقى النهارده الاهم عندنا اوضه اللبس جوه، اللعيبه تحتفظ بتركيزها. لكن من خلال الصور اللي احنا شايفينها الموضوع يعني خرج عن السيطره. هو فاروق قال لنا ان الاجتماع بيقول الحكم وصاحب القرار، لا غير ان الحكم صاحب القرار، هو هيلعبها ولا لا، هياخد القرار بانه يلعبها او لا. ما هو صاحب القرار يعني مظبوط، يعني الحكم هو صاحب القرار. كابتن حسب هيلعبها يعني هيأجل، يعني نص ساعه ثلث ساعه او تتأجل ساعة يوم نص ساعه ساعه او تأجل يوم او يأجل. لا ما هو ممكن يقول مش هلعبها النهارده،
ممكن تتاجل لتاني يوم بكرة. مثلا العب بكره برضه، خد بالك على حسب برضه الاجواء اللي هتحصل في الملعب في خلال النص ساعه اللي احنا فيها دي. يعني لو الجمهور فضل موجود في الملعب، لو قدروا يتعاملوا معاه، لو خرجوا من الاستاد ممكن خلاص يلعب المباراه بعد نص ساعه، مش هيبقى في ازمه بالنسبه للحكم يعني. انما النهارده لو فضل يعني لو بالشكل ده وانت عندك جماهير لسه منتظره كمان، وهتلاقي قدام الاستاد وكل ويعني في ترقب ان هم يدخلوا، اعتقد يعني واحد زي جوميز بشخصيته ممكن ما يوافقش المباراه تتلعب بالشكل طبعا ده. لان ده في خطوره ممكن. على لعيبه النادي الاهلي مش خطوره، ده قانون اصل خطوره ايه يا كابتن؟ مفيش خطوره يعني 20 احنا لا يعني الجمهور بيلعب قدام 100,000 مش الفكره، مش خطوره الفكره تطبيق اللوائح. في عندك لائحه بتقول 5,000، انا كحكم هطبق لائحه ولا مش هطبقها؟ هسمح بدخول؟ ما هو ده لان انت النهارده في مصر انت برضو عندك 5,000 نفس الموضوع اعتقد يعني هو كانوا بيقولوا 3 وبعدين 5 يعني خمسة. عندك 5,000 اهو بص ده فرحان قوي بالشمروخ اللي داخل بيه هتتعامل بنفس النظام ولا لا؟ تمام النهارده لو في 20,000 واحد دخلوا من عند الترجي يبقى في كده في ظلم على النادي الاهلي طبعا، لان انت عندك مشجعين لهم صوت بيضغطوا عليك بيشجعوا الترجي طول المباراه، فانت النهارده عندك مشكله. بس زي ما قال الكابتن اسامه هي اللائحه هتتطبق بالظبط، فاللائحه بتقول ايه؟ هتقول لك غرامه ماليه. ممكن يعني ممكن يعني لا لو الجمهور خرج وبعدين ابتدى يدخل ثاني. انا عايز اقول حاجه مش عايز اتكلم فيها، بس يعني انا شفت السيناريو ده قبل كده، شوف كلنا شفنا كابتن كان مظبوط يعني بص اقصى حاجه كابتن ايمن انا اللي مطمني النهارده غير المباراه اللي قبل كده ايوه الحكم اللي كان اسيوبي كان في 2018 أيوة. كان في اجواء يعني صعبه قبل المباراه وكان في يعني تحامل ضد النادي الاهلي. اللي مطمني النهارده ان حكم زي الجنوب افريقي فيكتور جوميز هو اللي موجود النهارده أيوة. هو اللي هيدير اللقاء حتى أيوة. لو المباراه اتاخرت ساعه ونص او ساعتين او اتلعب الثاني يوم، لكن عندك حكم عنده شخصيه، حكم نزيه، حكم امين، يقدر يدي النادي الاهلي حقه في ارض الملعب. هو ده اللي مطمني، يقدر يكون الفار موجود ما يلعبش من غير فار، هو ده اللي مطمني. علشان كده حته حكم اللقاء هو ده اللي مطمنا. شفنا قبل كده كان في لغط كتير في السنين اللي فاتت في مباريات الاهلي والترجي او الترجي والفرق الثانيه بسبب التحكيم، لكن ده اللي مطمني شويه. خلي بالك كابتن اسامه احنا بنصف في كل الحكام، ولكن انت بتقول ان فيكتور جوميز يعني قراره حاد طبعا بيصمم على قراره، بيدل على كده ان هو مش عايز يلعب المباراه غير بيستوفى بعدد الجمهور اللي موجود واللائحه الخطابات الرسميه اللي راح الاتحاد الافريقي للترجي، فبيطبق النهارده اللائحه. فده حكم عنده شخصيه صحيح. حاجه ثانيه والاهم بقى خلينا نتكلم في الاهم، هو لعيبه النادي الاهلي لازم تستعد لاي وضع من الظروف. المباراه اتلعبت بعد ساعه ونص ثاني يوم، جالنا رسمي دلوقتي يا كابتن اسامه المباراه اتاجلت لمده نص ساعه. يبقى النهارده الامن بيتعامل مع الجمهور الموجود ازاي يقدر يفضي الملعب علشان يكون بس موجود ال 5,000. هنعرف اكيد من مراسلنا فاروق صلاح لو اتكلم كمان شويه، يبقى تركيز اللعيبه داخل اوضه اللبس ده المهم والاهم. ازاي موسيماني مع كابتن سيد عبد الحفيظ صحيح. يبقى اللعيبه نازله في هدوء مزبوط. نفس التركيز، ما افقدش التركيز بتاعي والهدف بتاعي اللي هو الاكبر، ازاي احقق نتيجه ايجابيه تقدر تساعدني في مباراه العوده. والدكتور كابتن عادل اوضه اللبس فيها ايه دلوقتي في النادي الاهلي؟ الدكتور دلوقتي لا احنا متعودين على ده كويس، وفي كم خبرات كبيره من الاداريين اذا كان بدايه من كابتن عبد الحفيظ والجهاز واللعيبه كمان كويس. لعيبه كمان ليها دور كبير جدا كويس. وكمان الدكتور لازم ليه دور كمان دلوقتي. ازاي بقى الدكتور لازم ليه دور دلوقتي ان المباراه اتاجلت شويه كويس. ممكن تدي سوائل، ممكن تدي حاجات اكل برده صغيره لان الوقت اتاخر شويه ممكن يتدخل في ده. الحاجات اللي فيها اختناق مثلا التنفس ممكن برده يديك حاجات تزود لك الاكسجين في الدم. مش عايز برضو اروح لحته انا مش متاكد منها، بس في ادويه بتتاخد بتزود لك ده يعني لو في حالات اختناق او حاجه كده. فدي ده دور الدكتور لازم يكون ليه دور مهم جدا دلوقتي كوي. والاكل والسوائل والحاجات دي، لو في حاجات الموز والحاجات دي حاجات مهمه جدا ده دور. لكن النادي الاهلي متعود على الحاجات دي ويقدر يعملها. الخوف بس انا بالنسبه لي ان حد يبقى من اللعيبه وصل له ان اللعيبه المباراه تاجل في مشكله يروح شويه مريح فهياخد وقت انه يرجع تاني. بس خلي بالك الحاجات دي الاغلبيه في الاوضه لا كابتن عادل خلي بالك الحاجات دي بتاخد احيانا من تركيز اللعيب طبعا هتاخد لا هتاخد دلوقتي بالشكل ده هتاخد من الطرفين الا اذا في طرف عارف ان في مشكله هتحصل دي حاجه تانية بقى عشان مش عايزين برضو ندخل في النوايا. بس الا اذا ان في طرف عارف ان في حاجه هتحصل يبقى انت كده بتحمل على طرف تاني فاعتقد لا هيدخلوا الفرقتين دلوقتي هيدخلوا بنفس الشكل ولا كابتن علاء كمان قال نقطه ممكن يبقى الترجي كمان عنده
مشكله اكتر كمان ان يبقى قلقان ان الجمهور يعمل لقطه تبوظ المباراه. قبل المباراه ولا اثناء المباراه؟ جوه المباراه. اثناء المباراه انت ممكن تبقى الامور ماشيه بشكل كويس جدا وتلاقي حد بوظ لك المباراه بالنسبه للترجي. فاعتقد لقطه لبس بس في الحاله دي في لوائح بتطبق واعتقد ان في عقوبات قاسيه. والله كابتن ايمن يعني احنا شفنا في ماتشات كتير جدا يعني في واقعه قبل كده في الترجي والاهلي برده 2017 او 18 ما حدش عمل حاجه. الترجي المباراه خلصت مشيت تمام. انت خد بالك ازارو توقف في المباراه دي بفيديو. لا وماتش السال بس انا بعدها مع الوداد وماتش الوداد في مفيش بتاع كابتن حسام اعتقد صح عشان لا ده مع الوداد السنه اللي بعدها. عشان كده بقول لك الشكل ده للاسف اعتدنا عليه دايما في مباراه الترجي. فعشان كده لازم مع تغيير اتحاد افريقيا ومع مصيبي رئيس الجديد لازم يشدد على تطبيق اللائحه. علشان النهارده انت بتلعب باسم قاره وده شكل مباراه هتتلعب قبل سي فاينل وانت مأكد على حضور الجمهور. ايوه عارف يا كابتن برضو الافضل حاجه حصلت هو تحديد ميعاد لبدء الماتش. يعني انت النهارده كنت قريب انت قلت من شويه طبعا لان انت كلاعب خد بالك انت برضو قاعد بتسمع لا الماتش هيتلعب لا الماتش مش هيتلعب لا هيتاجل لا مش هيتلعب. فانت ممكن تخرج بكل تركيزك على فكره ممكن في لاعب ممكن ياخد يروح بقرار ان المباراه هتتاجل فخلاص فيخرج بكل تركيزه بره عادي. في لاعب تاني ممكن يقولك لا انا هستنى في تركيز لحد نفسه لكن على حسب اللعيب نفسه. لكن افضل قرار ان هو طلع قرار رسمي ان المباراه تتلعب بعد نص ساعه. صحيح. هتلاقي تدخل كل اللعيبه في الاجواء مره تانية. خلاص المباراه تتلعب فانت هتخش في الاجواء مره تانية. هتخش في التركيز مره تانية. محتاج شويه وقت محتاج شويه وقت لكن ان مش هتخرج بره تركيزك بره تركيزك انت كلاعب. اعتقد من وجهه نظري ده كان افضل قرار في الوقت الحالي. احنا زي ما بنقول يعني ايه ما نقدرش نفتي ومالك في المدينه. فمعانا صاحب الخبره كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز. مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير يا كابتن ايمن. تحياتي لحضرتك وتحياتي لنجومك الكبار كابتن علاء وكابتن احمد بلال كابتن اسامه حسني وكابتن عادل مصطفى كابتن نصر. طبعا كل الجماهير النادي الاهلي في كل مكان وكل متابعي قناه النادي الاهلي. حلو. ايه رايك في الاجواء دي يا كابتن نصر؟ للاسف الشديد كابتن ايمن كل ما حدث هو مخالف تماما لكل ما حدث قبل المباراه في الاجتماع الفني اللي حدث. احنا عارفين احنا قبل المباراه في اجتماع فني بيضم مندوب النادي الاهلي نادي نادي الترجي كوميشنر ماتش المراقب العام في الكوردينيتور اللي هو موجود المنسق في المنسق الامني كل الكلام ده موجود في حضور الاجتماع. تعمل بلان كده كابتن ايمن بتكتب بيه كل الخطوات اللي بتتم من اول تحرك النادي الاهلي من الفندق للوصول الملعب الساعه كذا التسخين الساعه كذا خروج الساعه كذا بيبداوا ازاي المباراه بتبدا امتى كل هذا الكلام بيبقى موجود في الاجتماع ما تم قبل المباراه. اللي حدث النهارده يا كابتن هو الهدف بيه اعتقد من وجهه نظري هو التاثير على لاعبي النادي الاهلي على جهاز النادي الاهلي وهو ده الهدف من اللي صحيح. حدث هذا اليوم من غير ما اقول فيه النهارده بنلعب نص نهائي في دوري الاتحاد الافريقي ويبقى النهارده الامن مش موجود او الدخول الجماهيري اللي هي موجوده باكثر ما تم اعداده في خليني معاك واحده يا كابتن ناصر. انا مع حضرتك ان ده اللي اتعمل ده غرضه التأثير على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. ماشي. كملنا بعد كده واتلعب الماتش. هو اللعيبة أوريدي اتأثرت. نفترض لا قدر الله إن الأحداث دي فعلاً أثرت على لعيبة النادي الأهلي والنتيجة كانت سلبية. أقصى عقوبة بتتعمل من الاتحاد الأفريقي على نادي الترجي غرامة مالية. بالظبط يا كابتن هو يا غرامة مالية يا إما نقل مباراة خارج ميدان خارج الملعب. ولكن انا النهارده هنا النادي الاهلي استفاد يا كابتن ايمن يعني انت النهارده من البدايه بتضغط عليا اعتقد في لعيبه اعتقد تاثرت بالجو اللي ما قبل المباراه طبعًا. نفسيا وصحيا طبعا كل هذا الكلام مفترض النهارده يعني انا من وجهه نظري فيكتور جوميز وحكم لا غبار عليه حكم كبير جدا 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 هو اللي بيقدر النهارده كابتن ايمن هو له القرار الاول والاخير يلعب او ما يلعبش هو اللي حاسس بالاجواء هو اللي هيكون فيها. خلي بالك الموضوع مش سهل لانك انت هتعمل الكلام ده قبل المباراه في ظل وجود مباراه كبيره من الاتحاد الافريقي طبعا زي ما قلت الهدف هو التاثير على لاعبي النادي الاهلي وعلى جهاز الفني. طيب في حاجه تانية يا كابتن عايز اكلم حضرتك فيها دلوقتي الانباء اللي جات لنا مؤخرا ان فيكتور جوميز قال لك هنبدا بعد نص ساعه من الان هتتاخر نص ساعه المباراه كويس قوي. نفترض ان احنا من 6 ل 6 ونص ان احنا وصلنا لحد 6 ونص وما قدرش برضو الامن يسيطر على الموقف ولا يطلع الزياده بره بالظبط ايه اللي ممكن يحصل؟ هو نفس الشيء كابتن يمكن كابتن اسامه كان بيتكلم من فتره هو ممكن تتاجل ساعه نص ساعه ممكن تتاجل لغدا
لان دي احداث ما قبل المباراه كابتن ايمن. دي احداث ما قبل المباراه يعني احداث لو حصلت اثناء المباراه هنا في قرار لابد ان الحكم ياخده. يعني هل ممكن يكون في اجتماع تاني برضو دلوقتي بقى؟ اكيد هيبقى في اجتماع تاني لو اتاجلت لتاني يوم اكيد الكاف يبقى موجود، واعتقد ان كل مسؤول الكاف موجودين في هذه المباراه كابتن ايمن وهياخدوا القرار، لان ممكن برضك السيطره ما تبقاش تقدر تسيطر على الجماهير الموجوده. فيكتور جوميز بيتكلم في عدد الجمهور الموجود في الاحداث، هو من حقه كحكم مباراه وهو الوحيد المنوط كابتن ايمن بسلامه وامن اللاعبين في داخل الميدان اللعب. صحيح هو المسؤول فيكتور جوميز عن امن وسلامه اللاعبين داخل الملعب. لو انت النهارده يا فيكتور ما قدرتش توفر الحمايه الامنه والبيئه الامنه للاعب النادي الاهلي النهارده، صحيح. من فضلك خد القرار والغي المباراه. كويس قوي. انا دلوقتي يا كابتن عارفين ان المباراه دي ليها ظروف استثنائيه، ايه الظروف الاستثنائيه اللي فيها حضور 5000 متفرج؟ يبقى الوضع الطبيعي مش هيبقى التنظيم من نادي الترجي بس، انا عليا مسؤوليه كاتحاد افريقي ان لازم يكون في مسؤول مع مسؤولي نادي الترجي يتحكم او يشوف العدد المتواجد داخل المدرجات، ازاي اكتر من 5000 يخش؟ كابتن انا قلت الكلام ده في بدايه ما دخلت، قلت ايه؟ ما حدث قبل المباراه هو مخالف تماما 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 لما حدث في الاجتماع الفني اللي بيتم كابتن اسامه قبل المباراه. صح، بس مش مسؤوليه الترجي بس، بيبقى مسؤوليه الاتحاد الافريقي في هذه المباراه، لان هو قاسم مشترك كابتن هو منظم كمان المباراه. مظبوط، الاتحاد الافريقي هو منظم المباراه وهو مشرف عليها. كابتن ناصر مش مسؤول عن تنظيم دخل الجمهور، عن تنظيم المباراه. تنظيم المباراه ده من الجانب التونسي مع الامن. بنتكلم على التنظيم الجماهير، تنظيم المباراه كشكل عام، ولكن الناحيه الامنيه ودخول الجماهير ده طبعا الامن التونسي مفيش كلام، ولكن زي ما قلت لحضرتك كمان الاتحاد الافريقي لازم يبقى ليه دور. لما صحيح. انت بتشوف الكلام دوت انت متفق على اعداد معينه وشفت الكلام ده لازم يبقى لك دور ولازم يبقى لك رد فعل يا كابتن ايمن، لان اللي حصل النهارده ده دي مش عايز اقول مهزله طبعا. لا اللي حصل النهارده حاجه مش قليله طبعا. لابد ان يكون في حساب كبير جدا 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 لنادي الترجي. انا صحيح. النهارده لا اضمن النهارده لعيب نادي الاهلي النهارده هيكونوا ازاي في بدايه المباراه طبعا. في دخان وفي قنابل مسيله للدموع وفي كذا وكذا وكذا، في لعيبه صحيا، في لعيبه بتتاثر، في جهاز فني النهارده خرج عن التركيز يا كابتن ايمن. ممكن حتى النهارده حتى بعض اللعيبه خرجت عن التركيز. النهارده نازل اسخن يا كابتن ايمن، انا النهارده كلاعب نازل مسخن ومركز، لما يبقى الكلام ده موجود انا خرجتني كله عن التركيز. خلي بالك وكمان دي بتاثر في نتيجه المباراه كابتن. ده في مشكله ثانيه ايه؟ ان لم يكن النهارده كمان كحكم المباراه ممكن يتاثر طبعا. يعني النهارده كان حكم مباراه كابتن اسامه فاهم هو حكم كبير، ولكن بالاجواء ديت انا ما اقدرش العب في جو فيه ضغوط جماهيريه وفي كل الكلام ده. لابد ان الكاف ياخد القرار كابتن ايمن. النهارده النادي الاهلي انا بقول ان هو تضرر في البدايه بهذه الاحداث. كويس، من وجهه نظري يعني بقول يا رب. نقف هنا يا كابتن، النادي الاهلي تضرر، اللوائح بتقول ايه؟ من قلت لحضرتك اهوت الاحداث دي قبل المباراه كابتن ايمن، قبل المباراه عاده هيبقى في يا تاجيل النهارده نص ساعه او ساعه او تاجيل ممكن غدا، وهيبقى في عقوبات، وهيبقى في عقوبات سواء عقوبات ماليه او نقل المباريات خارج ميدان اللعب. طيب احنا كابتن جالنا دلوقتي ان تاجيل المباراه لمده ساعه ده قرار رسمي. معانا بقى زميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه يقول لنا اخر المستجدات هناك. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدينا. بالفعل يا كابتن ايمن المسؤول الكاف بعد اجتماعهم يعني اتخذوا قرار بتاجيل المباراه للساعه السادسه لمده ساعه تقام في الساعه السادسه، والامر حاليا بيعرض يعني بيتم فيه مشاورات على الجميع، لكن المسؤول الكاف خد القرار بتاجيل المباراه لمده ساعه لتقام في الساعه السادسه، ولكن الامر بيبحث حتى الان. هو الوقت يعني المفروض عندك في تونس الساعه كام يا فاروق؟ حاليا في تونس الوقت الحالي في تونس يا كابتن ايمن الساعه 5:15. 5:15 يبقى ناقص 45 دقيقه. الفرق يعني مصر تسبق تونس بتوقيت ساعه، يعني لما الساعه عندنا في تونس تكون 6 في مصر تكون الساعه 7 يا كابتن ايمن. طيب حد من الفرقتين نزل يسخن في ارض الملعب دلوقتي؟ ولا اي فرد من كلا الفريقين سواء لاعب الاهلي او لاعب الترجي التونسي، حتى حكم المباراه الحكم الرابع مارتينو رودريجيز الحكم الانجولي نزل لارض الملعب برضه يتابع ويشوف الاعداد الجماهير، وبرضه ما استغرقش الامر بالنسبه له ثواني وقام خارج وكتبوا عليه علامات الاستياء مره اخرى. برضه يعني لسه الاعداد زي ما هي يا فاروق. بالظبط يا كابتن ايمن، الاعداد الموجوده داخل الملعب تتجاوز ال 10000 15000 متفرج. طيب في حاله عدم السيطره هل ممكن ياخد قرار ان المباراه ما تتلعبش النهارده؟ اعتقد ده واحد من الحلول من الحلول المطروحه، لكن بيتم التشاور حمدي المؤدب رئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي
نزل ارض الملعب احاول يسيطر على شغب الجماهير، لكن الامر شغب الجماهير موجود يا كابتن ايمن، يعني مستمر، يعني ما زال شغب الجماهير مستمر حتى الان. بالظبط يا كابتن ايمن، حتى الاجزاء اللي يعني الجزء اللي خرج من يعني المدرج اللي الجانب الايمن توجه الى الجانب اللي هو متوسط الدرجه الثانيه على الجانب الايسر، يعني اللي انت موجود على يعني على احنا قلنا هنا نفس الكلام، الجمهور هيمشي من هنا هيروح المدرج الثاني. بالظبط يا كابتن ايمن، هو ده اللي تم، اعداد الجماهير هي الموجوده في ارض الملعب وبتتضاعف، العدد اللي بيخرج من الجانب الايمن بيلف يدخل من الجانب الثاني يدخل في الجانب الايسر، القوات الامن بتضاعف عدد من قوات الامن للسيطره على الامر. حمدي المؤدب نزل لارض الملعب برضه اكتبوا عليه علامات الاستياء من الاحتكاكات والشغب اللي موجود من جماهير الترجي. طبعا مسؤولي الكاف و دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه نزل لارض الملعب بيجري العمليات الاحرائيه، معز بن شريفيه وفاروق بن مصطفى حارسي الترجي، لكن حتى الان مفيش ولا لاعب نزل من النادي الاهلي. دكتور احمد ابو عبله بيتفقد الملعب مع المسؤول الطبي للكاف برضه لبحث كافه الامور الطبيه وسلامه وامان لاعبي النادي الاهلي. ايوه فاروق. طيب فاروق، احنا خلينا معاك لحد ما تعرف لنا في الاخر ايه القرار النهائي، هل المباراه هتلعب فعلا متاخره ساعه ولا هيبقى في حاجه جديده؟ اوكي ماشي يا كابتن ناصر. اتفضل كابتن ايمن. الوقت اللي بيحدث البحث الان هو النهارده هو منح فرصه للامن، يعني النهارده حكم مباراه موجود هو بيدي فرصه النهارده للامن للسيطره على الموقف، وهو ليه شروط، يعني لو الامور ما تمش السيطره عليها اكيد من حقه يلغي المباراه وتقام في وقت تاني. كويس. يعني هو دلوقتي بيدي ساعه وبينزل يشوف هل اللي قاله للامن اتحقق في الملعب، لان زي ما قلت لك هو وظيفه فيكتور جوميز الحكم الجنوب الافريقي هو توفير الحمايه وتوفير بيئه امنه للاعبين. لو حس او استشعر ان ما زالت الامور مش تحت السيطره هو من حقه ان هو يلغي مباراه طبعا والاتفاق مع الاتحاد. طيب اللوائح بتقول ايه يا كابتن في الوقت دوت؟ ينتظر قد ايه؟ يعني فيكتور جوميز قال المباراه تتاخر ساعه، جينا بعد ساعه لقينا الوضع زي ما هو عليه، هل ممكن يأجل نص ساعة تاني ساعة تاني ولا؟ كابتن أيمن هنا في حاجة مهمة جدا، ويمكن كابتن أسامة زي قلت عارف، هنا عندنا في المراقب العام اللي هو بيبقى في تواصل مع الاتحاد الأفريقي يا أسامة، الرفيق أسيسور اللي هو مراقب الحكام نفس الشيء، الكوردينيتور الأمني اللي هو المنسق الأمني موجود، كل دوت مع الاتحاد الأفريقي هم اللي بياخدوا قرار كابتن أيمن مع الحكم. خلي بالك الحكم يعني مش عندنا في الدوري، لو في ماتش في الدوري ممكن الحكم ياخد القرار. بقول لك يا كابتن دلوقتي لعيبه الترجي نزلوا سخنوا في الملعب. بالظبط، هم بينزلوا سخنوا في الملعب عشان يدوا حق للكل ان الامور ماشيه كويس، ولكن يعني لعيبه الترجي مش هي اللي هتقرر الماتش يتلعب ولا ما يتعبش، اللي هيقرر المباراه تلعب او ما تلعبش هو الحكم فيكتور جوميز. زي ما قلت لحضرتك هو ليه طلبات، لو ما اتحققتش من حقه ان هو يلغي عن قناعات، لان هو من اجل سلامه لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه اللي اعتقد ان هي بدايتها غير مطمئنه. كابتن ايمن ضغوط على اللاعبين، ضغوط على الجهاز الفني طبعًا. كل الكلام ده يعني الهدف منه التاثير على اللاعبين عشان نتيجه المباراه. كابتن السيناريو ده شفناه قبل كده وعاده بيحصل كثير في الترجي على طول. يعني كابتن اسامه هقول لك على حاجه، كابتن احمد طبعًا. كابتن علاء طبعًا. كابتن ايوه تعال نروح للنسخه اللي هي حصل فيها الفار، صح؟ ودي كانت كارثه الوداد، لما النهارده انت فريق بيلعب ان الفار موجود كابتن اسامه ماشي الوداد والفار مش موجود، هل ممكن يجي يقول لي في الاحداث ديت ان الفار مش هيشتغل؟ لا يا كابتن، لا زي هو النادي الاهلي النهارده برضك النادي الاهلي النهارده خد خطوه جميله جدا ان هم تاكدوا تماما ان الفار كله بمحتوياته ومستوياته. أيوة كابتن خلي بالك الماتش اللي احنا بنتكلم عليه برضه كان المفهوم ان الفار شغال، المفروض حاجه انما التاكيد حاجه ثانيه. الاهلي خاطب الاتحاد الافريقي وبعت عشان يؤكد على عمل الفار. بص هرجع واقول لك، يعني انت انا مطمن علشان واحد زي حكم نزيه بالظبط، حكم امين والنهارده بانت امانته ونزاهته
وشخصيته النهارده في عدم ابتداء المباراه. لو حكم تاني يا كابتن ناصر وانت ممكن تتفق معايا هيشوف الوضع عايز اخرج بالمباراه لبر الامان العب المباراه ومراقب المباراه يكتب التقرير بتاعه. هو ميزه كابتن هو بيامن اللعيبه النهارده بنسبه 100%. كابتن انا مطمن لفيكتور جوميز بس انا برضه زي ما قلت لحضرتك هذه الاحداث تؤثر في اي حد. خلي بالك يا كابتن اسامه خرجك بره التركيز. ما هو نفس الشيء ما هو انا كحكم نازل مركز انا منزل اسخن زي اللاعب وعندي هدف وبعمل استراتيجيه ان انا ادير المباراه. لما بنزل خلي بالك هقول لك على حاجه خلي المباراه بدات وحصلت احداث هذه الاحداث خد بالك انت مين مسؤول عنها ما هو حكم المباراه. فكل الامور هذه يا كابتن ايمن هو بيفكر فيها ولكن فيكتور جوميز من الحكام الكبار ما عندوش حسابات ليه شخصيه. كابتن علاء كابتن ناصر اعتقد حضوره النهارده كابتن ناصر مع الاحداث اللي هي قبل المباراه دي وان شاء الله يعني المباراه لو اتلعبت اي حاجه في المباراه في المباراه لو صغيره ممكن تعمل لك حدث كبير جدا بالزبط. هو البدايه كلها غلط بالظبط. حضرتك بتقول البدايه مش مبشره انك يطلع المباراه سليم مهما كان فيكتور جوميز. انا تسالني يا كابتن بعد اذن حضرتك ممكن نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب المباراه برضه نعرف اخر المستجدات هناك. اتفضل يا فاروق. بجدد ديك التحيه يا كابتن ايمن وضيوفك وكل مشاهدينا. في هذه الاثناء نزل لاعب النادي الاهلي ولاعب الترجي خلاص لاجراء العمليات الاحمائيه وتقرر اقامه المباراه في تمام الساعه 6 بتوقيت تونس 7 بتوقيت مصر. نزل اللاعبين مسؤول الكافه اللي زالوا ايضا في عمليه التفقد والتشديد الامني على اعداد الجماهير لكن نقدر نقول خلاص ان فيكتور جوميز ايضا نزل لارض الملعب في هذه الاثناء بيجري العمليات. لعيبه النادي الاهلي نزلوا للتسخين بالظبط يا كابتن ايمن. لعيبه النادي الاهلي نزلوا لاجراء العمليات الاحمائيه معاهم الكابتن سامي نصام والكابتن سعد عبد الحفيظ وكيف جونسون والمستر بيتسو موسيماني في الغرف بيجتمع مع كابتن سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز. لكن خلاص يا كابتن اللاعبين دلوقتي موجودين في ارض الملعب وهتقام المباراه في خلال الساعه 6. والاعداد اخبارها ايه؟ نفس الاعداد يا كابتن ايمن نفس الاعداد وهقول لك نقطه مهمه كمان مع انطلاق سفيره المباراه هتلاقي الاعداد ممكن يزيد موجوده بره كتير يا كابتن ايمن. ايوه انت بتقول لي ان في بره اكتر من اللي جوه بالظبط يا كابتن ايمن. في اعداد كبيره موجوده في يعني في محيط الاستاد كلهم حوالين الملعب كان عدد كبير جدا شفناه واحنا داخلين اتفاجئنا بالعدد الموجود داخل ارض الملعب. لكن مع انطلاق سفيره وانطلاق المباراه هتلاقي الاعداد ملئت جنبات استاد رامي. طيب يا فاروق بنشكرك شكرا جزيلا ولو في اي جديد عندك يبقى برضو بلغنا. كابتن ناصر احنا برضو عندنا ثقه واطمئنان في الاتحاد الافريقي تمام وعندنا ثقه واطمئنان ان الاتحاد الافريقي هيطبق اللوائح تمام. كابتن ايمن انا النهارده بس بطلب من الحكم رساله للحكم فيكتور جوميز من فضلك لو سمحت انت النهارده هتبدا المباراه خلاص من فضلك وفر الحمايه قبل واثناء وبعد. لو انت ما عندكش القدره انك انت تعمل الكلام ده اثناء المباراه لان كابتن انا بقول اهو لان ممكن اثناء المباراه النهارده يحصل احداث طبعا. هل هذه الاحداث تؤثر عليك ولا ما تؤثرش؟ لا انت الادرى طبعا وانت اللي عارف طبعا. انا ما بطلبش منك غير انك انت من فضلك كابتن فيكتور احمي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في هذه الظروف اللي اعتقد غير طبيعيه. طيب لو ما عندكش القدره من فضلك خد قرارك والغي. هو قبل واثناء فهمناها بعد ازاي؟ وبعد كابتن النهارده ازاي تامني انا كالنادي الاهلي هو ليه دور ليه دور الحكم ليه دور ان هو يبقى متواجد كمان ويامن لاعبي النادي الاهلي والنهارده مع المراقب العام ومع المنسق الامني ومع كل السلطات ان يقدر ازاي ان هو يوفر الحمايه لان هي زي ما قلنا كره القدم كابتن ايمن هي كلها بتقوم على ايه؟ على حمايه امن وسلامه اللاعبين. النادي الاهلي طبعا من حقه يقدم احتجاج رسمي باللي حصل. كابتن ده اكيد ده من غير ما حد من غير ما ده يعني كل الاحداث دي كلها العالم كله بيشوفها كابتن ايمن دي انا بقول يعني الكلام ده يجب ان هو ما يتمش. احنا النهارده بنلعب في دوري افريقيا ودي مباراه نصف نهائي ما يجب ان يكون هذا الكلام موجود. يعني احنا النهارده بنوصل رساله لكره القدم الافريقيه لابد ان هي تكون رساله جيده لكل العالم. ولكن زي ما قلت انا اللي يهمني كابتن ايمن هو خد القرار بان هو يلعب مباراه صح. طب انت خدت القرار من فضلك انا بطلب منك لو انت ما عندكش القدره كحكم شجاع وعندك الشجاعه انك انت خلال ال 90 دقيقه تديني حقي وتحميني من فضلك ما تلعبش. واكيد هيقدم تقرير باللي حصل كابتن. ما هو النهارده بيقدم تقرير ومراقب العام بيقدم تقرير المباراه يقدم كل اللي موجود بيتكلم على الحاله دلوقتي حاله المباراه حاله كل شيء النهارده كابتن ايمن. زي ما قلت الحدث هيتلعب زي ما قلت انا كل تاكيدي خوف ان يحصل حدث اثناء المباراه هو يتاثر بيه كابتن اسامه يعني واحنا كلنا عارفين الكلام ده كابتن ناصر بالشكل ده ما بعد بالشكل ده
اي حاجه في المباراه حتى لو فاول عكس هتحصل مشاكل. بالظبط. طيب يعني يعني الاجواء غير عاديه. الاجواء من البدايه الاجواء مش طبيعيه. انا قلت ايه؟ الاجواء مش طبيعيه. لو انت كحكم ما عندكش القدره وعندك ثبات انفعال وشخصيه قويه جدا خد القرار. هو الامن لو اثر عليك من الكاف انك انت تلعب. مع اذن حضرتك. هو الراجل ده اول ما نزل المباراه قال لك لا الاعداد كبيره وحصل اللي حصل. طب ليه وافق ان المباراه لا؟ مع نفس الاعداد وهتزيد زي ما كانوا سابق بيتكلم دلوقتي. كابتن الموافقه دي بتيجي نتيجه المسؤول اللي موجودين في الملعب مسؤول الكاف اللي هم اصلا اللي هم حضروا الاجتماع ممكن يقولوا له ان الجمهور مش اكتر اللي الامور ماشيه. الجمهور مش اكتر ومش شايف العدد؟ طبعا مش هو ممكن مش هو ياخد ياخد صعب ممكن يبقى في لجنه كابتن هما يعني لجنه بتبقى موجوده العب وعلى مسؤوليتنا هو لازم ياخد يلعب ما يقدرش يقول ما لعبش. بص هو بيعرض وبيجي له رد بالظبط كده هو بيعرض. كابتن ناصر بعد اذنك هو دلوقتي الامن التونسي قدم يعني حاليا ده جمهور كده زاد الامن التونسي دلوقتي يا كابتن ناصر قدم اقرار لمراقب المباراه وحكم اللقاء انه مسؤوليه كامله عن سلامه وتامين لاعبي النادي الاهلي. دي اهم حاجه يا كابتن. طيب دي الاهم. دي اهم حاجه هو المسؤول لان كابتن انا بقول اهو مثل هذه المباراه ممكن تحصل مشكله. انا مش عايز اقول كلام يعني ان شاء الله الامور تمشي بشكل كويس والمباراه تلعب والامور تمشي بشكل هادي ولكن انا لا اضمن في ظل الظروف اللي حدثت قبل ان الامور تمشي كابتن احمد خلال 90 دقيقه. ما انت النهارده ممكن فرقه تجيب جون فرقه تجيب ركله جزاء. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن ناصر. هتلاقي مشاكل كابتن ناصر. ده اللي انا بتكلم عليه. اي حدث ممكن يحصل وراه حتى لو الامن هيامنك بره الملعب بره. لكن انا بتكلم على اثناء سير المباراه ضربه جزاء ان شاء الله الاهلي يجيب جول اي حاجه اكيد في حاجه هتحصل. بالظبط هو ده انا بتكلم عليه. انا بتكلم على بيحصل في ال 90 دقيقه مش بتكلم على اللي هيحصل بعد المباراه. بعد المباراه اكيد الامن طبعا هيقوم بواجبه اكتر لكن بتكلم على 90 دقيقه نفسها. هو تاكيد الكلام يا كابتن على مين اللي يقدر يضمن المباراه ويقدر ان هو يقودها بشكل قوي هو الحكم. خلاص وانا رسالتي كانت الحكم قلت ايه؟ لو ما عندكش القدره تحمي لاعبي وجهاز النادي الاهلي صحيح مش بس قبل لا ده اثناء لان اثناء ديت كروت صفراء كروت حمراء ركلات جزاء الفار ذات نفسه طيب. ممكن يعمل مشكله كابتن. طب بعد اذنك كابتن نروح ناخد فاروق صلاح وهيقول لنا اخر المستجدات. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحالي يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام. بدات اعداد الجماهير بتتزايد يا كابتن ايمن. بتتزايد اعداد الجماهير يعني الجماهير بتصحي البعثه من كل مكان. اعداد الجماهير سواء في المدرجات الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه او الدرجه المقصوره الاماميه اعداد الجماهير بتتزايد. وزي ما اتفقنا يا كابتن ايمن وقلنا ان مع انطلاق صفره بدايه اللقاء اعداد الجماهير هتتضاعف اكثر من كده. طيب يعني الحكم نقدر نقول ان هو ارتضى بالامر الواقع. نعم يا كابتن ايمن نقدر نقول ان فيكتور جوميز ارتضى بالامر الواقع دلوقتي. بالظبط يا كابتن ايمن ارتضى بالامر الواقع وموجود في ارض الملعب. اعداد الجماهير حاليا في الملعب تتجاوز ال 15 او ال 20000 متفرج. يعني ده الى جانب انطلاق صفرة البدايه زي ما قلنا هتلاقي الاعداد ازيد من كده يا كابتن ايمن. طب هل حد من مسؤولي النادي الاهلي اعترض مره اخرى على زياده عدد الجماهير الان؟ يعني في الوقت اللي حضرتك اتكلمنا فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي مع مسؤولي الكاف في مشاورات تقدم الكابتن سيد والكابتن سمير عدلي مع مسؤولي الكاف لكن خلاص الحكم قرر اقامه المباراه تمام الساعه السادسه. لعيبه النادي الاهلي بتجري العمليات الاحلاليه ايضا لعيبه النادي الترجي التونسي. انا اتصدم ان شاء الله يا كابتن ايمن يعني من هذه المواقف والامور الصعبه دي بتظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ان شاء الله تكمل بالانتصار النهارده وتحضر شخصيه لعيبه النادي الاهلي في ارض الملعب ويكون الامور دي كلها دافع ونقطه ايجابيه لعيبه النادي الاهلي بمشيئه الله. انا سمعت ان الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع سريع مع سيد عبد الحفيظ برضه. بالفعل يعني كان في اجتماع مع الكابتن سيد وفي مشاورات بتتم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب. تمت في اكثر من مره اثناء اجتماع مسؤولي الكاف مع مسؤولي الاهلي ومسؤولي فريق الترجي التونسي. لكن خلاص الامور دلوقتي والجميع موجود في ارض الملعب سواء لاعبي الاهلي لاعبي الترجي. لكن زي ما قلنا يا كابتن ايمن ان شاء الله تكون دفعه ايجابيه ومعنويه مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي ان شاء الله في هذا اللقاء باذن الله رب العالمين ان شاء الله. والموقف ده يعني قابلناه كتير وبيدي زي ما انت بتقول كده بيدي اثر عكسي بالنسبه للفريق الضيف اللي هو النادي الاهلي. ده اكيد هيديهم دفعه معنويه عاليه جدا 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 باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. شكرا يا فاروق.
اتفضل يا كابتن ناصر. تاني بنقول طبعا هو مفترض برضك النادي الاهلي النهارده بيقدم اعتراض اكيد، مفيش كلام ان هو على الاحداث اللي حصلت، يبقى عشان يحفظ حقه كابتن ايمن. ده فاروق قال لك الاعداد بتزيد. بتزيد خلاص، هو ما خدوا قرار في اللعب، بس انا النهارده برضك بقدم اعتراضي على الموقف اللي حصل والاحداث اللي حصلت دي، لان انا ليه حق المفترض النهارده انا اخده. بنقول كمان لو المباراه هتلعب نرجع تاني نقول اللاعبين يركز، اللاعبين تركز، وما حدش ابدا يعني خلي بالك زي ما قلت الهدف من ده كله كابتن علاء هو التاثير على اللاعبين داخل ميدان اللعب. صحيح. ازاي اللاعب يفقد تركيزه، ازاي اللاعب يخرج خالص خارج نطاق الكلام اللي اتقال له من خلال المدير الفني، كل هذه الامور كابتن ايمن بيقول خلاص هتلعب ركز في الاحماء، ركز في اللي اتقال لك، العب مباراه قويه، ما تخافش. اعتقد ان الحكم يعني ربنا يوفقه ويقدر ان هو النهارده يقود المباراه، وزي ما قلت فيكتور ما عندوش حسابات يا كابتن ايمن، وما بيخافش وما بيعملش حساب. هو طاقم التحكيم نزل قدامنا كابتن، هو اسمه كحكم اتمنى، وده اللي مطمني يا كابتن، اتمنى من الحكم واتمنى ايضا من غرفه الفار بقياده جاني سيكازوي حكم الزامبي، بقول من فضلك لا تتدخل في القرارات التقديريه لحكم الميدان حتى لا تؤثر على القرارات. تاني يا كابتن اهو بقول من فضل غرفه الفار هناك في بروتوكول وفي اخطاء تقديريه لحكم المباراه، من فضلك اتركها، خلي الامور تمشي بشكل طبيعي. طيب لا تتدخل في. طيب انا عايز اسال سؤال دلوقتي يا كابتن، هو دلوقتي فيكتور جوميز هيلعب الماتش، هل ممكن يقول في تقريره بعد كده ان انا اضطريت للعب المباراه حفاظا على ارواح اللعيبه في الملعب؟ بس كابتن الكلام ده هو مش بيقوله، هو زي ما قلت لحضرتك اللي موجود النهارده هو المراقب العام ده هو مسؤول عن كل حاجه. كويس. خلي بالك فيكتور ما قدرش يلعب يا كابتن اسامه، خلي بالك ولا يقدر ياخد قرار الا المراقب. ليه المراقب ده كابتن؟ ما هو ده عامل اتصال مع المسؤول الاتحاد الافريقي. ماشي. هم بيقولوا له من فضلك العب، من فضلك الغي، وبالتالي هو بيبلغ حكم المباراه العب او ما تلعبش. اذا النهارده في مراقب العام اللي هو المراقب اللي هتلاقيه موجود ده، موجود داخل ميدان اللعب، هو اللي بياخد القرار سواء ان هو يلعب المباراه او ما يلعبش. صحيح. احنا مع ذلك بيكتب ايضا تقرير وكابتن، كل واحد بيكتب، الحكم بيكتب تقرير، المراقب العام تقرير، المنسق الامني، الحكم اللي هو الريفري اسيسور اللي هو مراقب الحكام، كل الكلام دوت بيحصل فيه تقرير وبيبعت للاتحاد الافريقي على طول في نفس الاحداث وبعد المباراه مباشره. بس الاحداث دي العقوبه يا كابتن ناصر، ايه العقوبات؟ يعني عقوبات ماليه فقط؟ انا قلت كابتن، وهو عاده هتبقى العقوبه اعتقد هتبقى الغرامه طبعا، دي مفيش فيها كلام، هتبقى ممكن نقل لمباراه او مباراتين خارج، مباراه من دور جمهور او بدون جمهور، او بدون جمهور كلام فني. طيب لا بس نفترض يعني فرض كده اعتباري ان فيكتور جوميز قال ان انا لعبت المباراه علشان احافظ على ارواح اللعيبه، هل ده ممكن الاتحاد الافريقي ياخد قرار في تغيير نتيجه الماتش مهما حصل؟ ده بالاتفاق مع مراقب المباراه كده، ما هو بالاتفاق مع مراقب المباراه، مع المباراه مراقب المباراه ممكن اقول له حفاظا على لاعبي النادي الاهلي. ايوه. تاني الكلام ده خلي بالك مش هنبعد بعيد، بيحصل عندنا في الماتشات المصريه، انا رايح ملعب في جماهير كويس تمام، واثناء المباراه حصل شغب، لو انا لغيت كابتن علاء هيحصل مشكله كبيره جدا وممكن الامور تتفاقم ويحصل. مظبوط. فباخد القرار مع مراقب مباراه، انا من اللحظه دي انا لغيت حفاظا على لاعبي الفريق اللي هو اللي جاي، وبالتالي بكتب تقرير للاتحاد المصري وبياخد طبعا نتيجه المباراه بفوز الفريق اللي هو اللي ما عملش والقرار النهائي هيبقى للاتحاد الافريقي. بالظبط كده كابتن، بالظبط. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس، امتعتنا. اشكرك كابتن ايمن، واتمنى طبعا، واتمنى زي ما قلت اتمنى من الحكم رسالة بقولها له، قدم مباراة تليق باسم فيكتور جوميز. صحيح. قدم مباراة تليق باسم حكم كبير، خلاص انت النهارده حاجة 40 سنة بتخرج من باب الكبير. مزبوط. افضل من انك انت تخرج من الباب الصغير. مظبوط. شكرا كابتن. شكرا جزيلا كابتن مصر. كابتن علاء احنا بقى ايه، مش عايزين الاجواء تاخدنا، بس برضو هنروح لفاروق وبعدين نطلع من الاجواء دي. هو النجم. ماشي، هنروح لفاروق صلاح زميلنا في ملعب رادس، نعرف منه اخر المستجدات مره اخرى. اتفضل يا فاروق. جديد يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك وكل ضيوف الكرام وكل مشاهدينا. يعني على نفس المنطقه كابتن ايمن، اعداد افراد الامن بتتضاعف وتتزايد داخل ارض الملعب طبعا من وجهه الشغب الجماهيري واعداد الجماهير. طبعا اعداد الامن وانت داخل الملعب كانت اقل بكثير من الوقت الحالي، يعني شايفين اعداد الامن، تواجد امني مكثف في كل جنبات الملعب، افراد الامن
بطلب الدفع فيه قوات ايضا اضافيه موجودين ايضا في المدرجات موجودين في ارض الملعب نظرا طبعا للاعداد الموجوده من الجماهير وحالات الشغب اللي موجوده من جانب جمهور الترجي. هي حالات الشغب ما زالت حتى الان؟ لا بالشغب مستمر يا كابتن ايمن قدام الشماريخ قصف الزجاجات على افراد الامن نفس الامر مستمر اعتقد ان الجماهير كلها يعني ما عدد كبير من الشماريخ هنشوفه مع بدايه المباراه والاعداد ما زالت بتزيد برضو يا فاروق ها بالظبط يعني الابواب مفتوحه يا كابتن امين خلينا نكون متفقين على امر ان الابواب مفتوحه يعني الابواب الجماهير بتدخل من يعني جميع الابواب مفيش ابواب مغلقه جميع الابواب مفتوحه لدخول الجماهير يعني الوقت اللي حضرتك بتكلمي فيه ادي يعني في البوابه الاماميه اللي قصادنا في المدرجات الدرجه الثالثه يمين الابواب شايفين عدد من الجماهير بتدخل لارض الملعب ايضا المدرجات العليا ايضا البوابات بتاعتها مفتوحه للجماهير بتطلع لارض المدرجات زي ما قلنا مع انطلاق سفاره البدايه هتلاقي عدد كبير من الجماهير موجود في مدرجات استاد رابطه الاولمبي. اكتر من كده يا فاروق؟ يعني لو لحد كده كابتن ونكمل تبقى على خير ان شاء الله. يعني احنا نتمنى طبعا ان لاعبتنا ما تتاثرش وما يحصلش لاي حاجه يعني التامين مهم جدا 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 بالنسبه لنا لاعيبه وبعثه النادي الاهلي. النقطة دي مهمة جدا يا كابتن أيمن ودور الكابتن السيد عبد الحفيظ مع اللاعبين وشخصيات لعيبة النادي الأهلي خلاص أنت تعرضت لكثير من هذه المواقف من قبل دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي نصان ويعني استغلال الدفعة المعنوية يدي دفعة معنوية واللعب على لا لا أنا ما بتكلمش عن الناحية دي يا فاروق لا أنا ما بتكلمش عن الناحية دي يا فاروق أنا بتكلم على حتة عنصر الأمان للعيبة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي لا مش متوفر يا كابتن أيمن مش متوفر بالظبط ربنا يستر يا فاروق عشان نكون منصفين يا كابتن ايمن لا مش متوفر يبقى اتمنى الحكم يلغي المباراه ربنا يستر وتعدي الامور على خير باذن الله يعني نتمنى الوضع يقلق شويه طبعا الاجواء تقلق كتير ولكن نتمنى ان شاء الله ان الجميع ما يحصلش ليه حاجه والجميع ان شاء الله تنتهي المباراه على خير شكرا جزيلا لزميلنا العزيز فاروق صلاح اتفضل يا كابتن علاء بص يا ايمن الاجواء توترت من الاول خالص يعني مرورا بقى بالاحداث اللي بتحصل مع الاعداد الجماهيريه اللي بتدخل دلوقتي لكن واضح ان حصل اتفاق ان العدد افراد الامن هيزيد في الملعب كتير قوي بس ده معناه ان الامور خارجه عن السيطره ما انا هقول لك هو ما احنا بص يا ايمن احنا متفقين هنا ان مستحاله هتخرج الجماهير فدي خلاص دي نقطه انتهت مستحاله هتخرج الجماهير فواضح ان الكلام كله اعداد الامن زادت قوي في الملعب وتامين في الملعب من فيكتور جوميز لعيبه النادي الاهلي انا اهم حاجه عندي في كل بعد اذنك يا كابتن ماشي هنروح لفاروق صلاح تاني علشان عنده جديد برضه اتفضل يا فاروق يعني في الوقت ده كابتن ايمن فيكتور جوميز بيراجع بنفسه الامور الخاصه بتقنيه الفار وبيشدد عليها يعني انا عايز اقول لك ان هو فيكتور جوميز غير راضي عن الاجواء غير راضي عن الصوره غير راضي عن الاحداث الموجوده في ارض الملعب حاليا هو واقف قدام الشاشه الخاصه في تقنيه الفار بيراجع بيطمن على السماعات بيراجع وبيتكلم مع الموجودين في غرفه الفار دلوقتي خروج لاعب النادي الاهلي لغرف كان الملابس هو شايف يعني صوت الجمهور اعتقد ده يدل على الاعداد الموجوده دلوقتي بيخرج لاعبي النادي الاهلي من ارض الملعب بعد اجراء العمليات الاحمائيه توجه لغرفه خلع الملابس فيكتور جوميز بيراجع خلاص مع الموجودين في غرفه الفار ان شاء الله يا كابتن ايمن ربنا يكلم الامور بالخير لعيبه النادي الاهلي انت بتقول يا فاروق غير راضي يعني هل هو مجبر على لعب المباراه؟ يعني بص يا كابتن ايمن ملامح الوجه بتبان يعني فيكتور جوميز وهو خارج من الملعب بص على مدرجات الجماهير وبدت على وجهه علامات الاستياء مره اخرى يعني شاف العدد وشاف ان هو يعني انا برضو مش عايز اقول ان هو اجبر على يعني استكمال المباراه او بدايه المباراه لكن الامور واضحه يعني باين على فيكتور جوميز عدم رضاه التام عن الاعداد وعن الاجواء الموجوده وعن الاحداث عن الشغب عن التواجد الامني الموجود المكثف في ارض الملعب يعني الطبيعي انت عارف ان الحكم بعد عمليات الاحماء بيخرج من الملعب تلقائي على الغرف ايوه لا تصمم ان هو يتواجد يبص على اعداد الجماهير بدات النظرات الاحاديث ما بينه وما بين افراد طاقم التحكيم توجه للشاشه بتاعت الانفار الموجوده وقف يتابع وبعد ما خلص متابعته وحديثه مع المسؤولين في غرفه رجع تاني في حديثه مع المسؤول طاقم التحكيم المساعدين ثم حاليا توجه الى غرفه خلع الملابس الخاصه بالحكم
احنا معانا على الشاشه فعلا دلوقتي جوميز وهو بيتابع اخر التطورات وبيطمن على الكاميرات بتاعه الفار. بالظبط بالفعل يا كابتن ايمن، يعني في هذه الاثناء برضه في بعض الشغب في قص الزجاجات من جماهير الترجي التونسي على مسؤول الامن على بعض لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب الخير لكل على بعض لاعبي النادي الاهلي، يعني على بعض لاعبي النادي الاهلي داخل الملعب ولا اللي واقفين بره؟ لا اللي خارجين من الحمايه يا كابتن ايمن، بعض واحد من افراد الامن يعني بيشيل الزجاجات يعني بيضعها في جانب جانب الملعب. لعبة النادي الاهلي خلاص اخر لاعب بيبقى خارج من الملعب حاليا هو مصطفى شوبير بعد اجراء العمليات الاحمائيه، وايضا من الاربع لاعبين اللي موجودين خارج قائمه مستر بيتر موسيماني لهذا اللقاء ناصر ماهر وسعد الدين تنير وجونيور اجاي. والشغب لحظه بعد اذنك يا فاروق، الشغب الجماهيري ده متوثق بالصوت والصوره؟ اكيد يا كابتن ايمن، كل الامور متوثقه، كل الامور يعني على مرأة ومسمع من مسؤولي الكاف ومسؤول طاقم التحكيم والمراقب المباراه ومنسق المباراه والمراقب الطبي، كل الامور يعني صوت وصوره واضحه للجميع. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح، وهنفضل متواصلين معاك علشان تقول لنا كل حاجه جديده عندك في ملعب المباراه. اتفضل يا كابتن علاء. بص يا ايمن، خلاص هو الموضوع المباراه ده احنا اتوترنا. معلش لا، المباراه خلاص يعني المباراه هتتلعب هتتلعب خلاص. تركيز اللعيبه بقى كتعب. يعني الموضوع بقى خلاص كده، يعني اللعيبه نزل الملعب وبقى خلاص انت تلعب مباراه، ننسى الجماهير، ننسى شغب الجماهير، ننسى كل حاجه بتحصل على فكره كتير جدا. ما هو الشغب الجماهيري ده، لكن في الاخر خلاص واضح ان القرار ان المباراه هتتلعب كويس. يبقى كل التركيز الوقت اللي انا بتمناه ان شاء الله اللعيبه تركز فيه 90 دقيقه بس، وتنسى موضوع المدرجات ده نهائي والجماهير نهائي. واكيد فيكتور جوميز مع استيائه او عدم استيائه هو قادر على السيطره على الملعب، واضح ان هو هيقدر يسيطر على الملعب ان شاء الله. وانا حته انه يروح يطمن على الفار دي قبل بدايه المباراه طبعا دي ممتاز. طبعا هو بياكد، واضح ان الراجل يا ايمن فاهم الجيم. فاهم بالظبط يا عادل، وخد المباراه اللي هو يعني قاري السيناريو التحدي ليه هو اساسا. خلاص هو بيأمن ملعبه، بيأمن الفار كويس قوي، وهو هيقدر يتحكم في الملعب، وساب حته التحكم بره في الجماهير ليه الامن اللي زاد كتير قوي. كل اللي ما اتمناه ان شاء الله المباراه تطلع مباراه نظيفه ان شاء الله رب العالمين. بتمنى طبعا السلامه لعيبه النادي الاهلي وتخرج مباراه على خير ان شاء الله النهارده باذن الله رب العالمين. نتمنى ذلك كابتن بلال. ولاعيبه النادي الاهلي دلوقتي في الظروف ديت، مستر موسيماني يتكلم في ايه مع لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي في اللحظه دي؟ هل هيتكلم في نواحي فنيه ولا ممكن يتكلم في نواحي نفسيه؟ لا اكيد النواحي النفسيه يتكلم فيها قبل بدايه نزول اللعيبه التسخين. يعني النهارده انت نازل تسخن خلاص، هو بيتكلم في الناحيه النفسيه، بيهيئ اللعيبه نفسيا خلاص ان ادخلوا جوه الاجواء المباراه خلاص هتتلعب. ابتدي يكلم كل واحد على حده، ممكن يعني في مدير فني بيحب يكلم كل واحد على حده يديله بعض يحمسه شويه، لان في لعيبه بتحتفظ بتركيزها، وفي لعيبه بتخرج بره التركيز، وده وضع طبيعي، ده فرق من لعيب للعيب من لعيب للعيب تاني، فده الامر مختلف. لكن دلوقتي في الوقت الحالي اكيد في يعني حاجات بسيطه فنيه يعني او هيعيد التركيز على بعض النقاط، وده طبيعي لان المحاضره ابتدت، اللعيبه خرجت، فطبيعي وطبيعه الحال انك ترجع تاني تتكلم مع لعيبه في بعض النقاط الفنيه، ده وضع طبيعي. لان خلاص لما انت بتخرج بتبقى محتاج ان حد يذكرك او يفكرك، تمام؟ لان انت خلاص اوريدي خرجت بره التركيز بتاعك، الماتش هيتلعب الماتش مش هيتلعب، الاجواء كانت صعبه بالنسبه لك، ولو انها يعني زي ما قالوا الكباتن اجواء عاديه وبتحصل كتير جدا في ملاعب كتيره جدا، والمفترض ان اللعيبه اللي موجوده قدامنا على في الملعب خلاص خدت على الاجواء دي خلاص، هو ده وضع طبيعي. يعني بتكلم علي معلول وايمن اشرف وبانون واكرم، يعني كل اللعيبه 90% او 99% من اللعيبه دي مروا بالاجواء اللي بتحصل في الملعب النهارده. فالنهارده المدير الفني خلاص انت باقي ربع ساعه تقريبا او ثلث ساعه على بدايه اللقاء، فاعتقد ان هيبقى في بعض التذكره لبعض المهام الصغيره، مثلا مين الثلاثه بتوع نص ملعب هيضغطوا ولا مش هيضغطوا، هيتاخروا ولا لا، الاهلي هيبتدي يضغط، مين هيقود الضغط في من بدايه المباراه، هل الثلاثه اللي قدام هيبتدوا ينزلوا نص ملعب وتبتدي تقفل وتشتغل من نص ملعب ولا هتشتغل من قدام؟ الحاجات البسيطه الصغيره دي او التركات الصغيره هي دي اللي ممكن يكون مستر موسيماني يبتدي يتكلم اللعيبه فيها كويس، لكن اعتقد اكتر من كده مش هيبقى. اللي حصل يا كابتن اسامه، هل ممكن يغير من فكر مستر موسيماني؟ يعني مثلا ده استحاله. ما انا هقول لك ازاي، هقول لك ازاي الفكر الفني داخل الملعب في الساعه دي مش في اختلاف طريقه اللعب، انما في التنفيذ. يعني مثلا هو يكون حاطط في اعتباره مثلا ان هو زي ما بدا ماتش الوداد مثلا ان هو هيضغط عليهم من قدام، ولكن بعد مثلا ان شاء الله ربع ساعه نقدر نجيب جول ولا حاجه هيرجع
لورا ويقف في نص ملعبه ويعتمد على الكرات الطوليه في المساحات اللي فاضيه. اللي حصل ده هل ممكن يخليه يغير طريقه التنفيذ ان هو مثلا يقول لك ايه لا انا هقابل من نص الملعب؟ التنين مع وجود الجماهير ديت ممكن يبقى فيه اثر عكسي لو لعبت ضغط عليهم من قدام، هل ممكن يغير من ما استحاله تغير في الساعه؟ انت النهارده يعني برضو من الحاجات الكويسه ان المباراه ما تاجلتش 3 4 ساعات فدخلت فاللعيبه فقدت تركيزها بشكل كبير. ايوه لا انت لسه اللعيبه ما زالت عندها الحماس، ما عندها الدوافع. ساعه يعني الامور اتلمت بسرعه هناك يعني علشان اللعيبه تنزل ملعب المباراه. دايما الناس بتقارن ما بين 2018 واحداث 2018 ودلوقتي، صح؟ لا النهارده لما بنتكلم عن رقم واحد في حكم نزيه، حكم جنوب افريقيا، حكم عنده شخصيه، حكم ادار لقاءات كتير ويعني بيشهد للجميع بالكفاءه يعني، غير حكم 2018 الحكم الاثيوبي كان عليه علامات استفهام كتير وكان وقتها الفار برضو في كلام، لما حكم بيروح للفار فتاكد ان الحكم عنده شخصيه. الحاجه الثانيه لعيبه النادي الاهلي مقارنه بين 2018 ودلوقتي، لا عندك لعيبه لعبت في كاس عالم انديه، عندك لعيبه خدت بطوله 9، عندك لعيبه عندها شخصيه البطل، فلما النهارده تقابل ظروف ما فالنهارده ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادره على ان تعدي بالمباراه وتطلع باللي احنا ان شاء الله عايزينه. صحيح موسيماني يكون محتفظ بتركيزه، اللعيبه محتفظه بتركيزها، والكلام دلوقتي هيبقى كله فني، كله حماس ودوافع للعيبه، كله لما يتعامل معانا كده ونتحط في كده فبيظهر بقى شخصيه اللعيب ورجوله لعيبه النادي الاهلي في احداث زي دي. فلكن النهارده لما بتتكلم في كل الخطوط عندك لعيبه عندها شخصيه، عندك لعيبه دوليه، فالنهارده هتظهر خبراتها في مباراه زي دي. وبرده بثق في التحكيم الافريقي خاصه في فيكتور وميس في مباراه زي دي. لكن بقى الاتحاد الافريقي بعد المباراه طبعا هو النهارده لازم يظهر بقى شخصيه الاتحاد الافريقي في مظهر اعتدنا عليه دايما في قاره افريقيا من الترجي في كل مبارياته المهمه. هو النهارده الاتحاد الافريقي هو صاحب القرار بقى في القرارات اللي هياخدها ضد الترجي. صحيح. بصوا دي الصوره دي واصله لنا حالا، دي المدرجات اللي قدام المقصوره، فما بالك بقى بالمقصوره واللي جنبها؟ لا دي مش حالا، دي لسه ما اتحطش الاقماع بتاعه الاحماء. الصوره دي في الاول خالص، الصوره دي مش حاله، الصوره دي قديمه شويه، دي قبل الاحماء. لا الصوره دي بعد الاحماء، لسه ما بتترش. الصوره دي بعد الاحماء، الصوره دي بعد الاحماء، والراجل بتاع الكوره هو واخد الكوره وخارج، وده رش الميه اللي قبل المباراه مشتركه، فاعتقد الصوره دي حاله. طيب كابتن عادل، رؤيتك بقى لبدايه المباراه في ظل الاحداث اللي جرت دي، الاستغلال بقى الفتره اللي فاتت دي في عامل نفسي شويه ازاي؟ انا بالنسبه لي انا اللعيبه ممكن تكون جالها حاله استرخاء شويه، فلازم بدايه اللقاء انا شايف ان اول 10 ده لازم اضغط على فرقه الترجي. جالها حاله استرخاء ولا قلق؟ الاثنين. استرخاء ده طبيعي جدا، انك وقت اتاخر بتاع المباراه فطبيعي بتاخد منك بدل التركيز العالي جدا كويس بيقل، ده بالطبيعه كلنا كويس. حتى لو انا مش متاثر صحيح. بالاجواء صحيح. ده جزء، فالجزء ده لازم انا شايف ان لازم اللعيبه دي تدخل في المباراه بسرعه، تدخل المباراه بسرعه بضغط من البدايه، لازم على الاقل اول 10 دقايق لازم ابقى في ضغط في البدايه، او ضغط امامي، ضغط امامي لازم ابقى في ضغط. لو انا اخدت الكوره العب كوره طويله والعب واخد الكوره الثانيه في ملعب فرقه الترجي وانقل الضغط نص ملعبه وانقل الضغط من بدري عليه. لكن لو انا استنيت برضو دي وجهه نظري انا، ما اعرفش هو مستر موسيماني هيعمل ايه. فانا شايف ان ده لازم استغل ده بعامل نفسي شويه للعيبه، لازم اشتغل في الوقت اللي هو ما بين خلاص خرجنا الوقت اتاخر، الكلام الفني مش هيبقى قليل، انت خلاص كده اللعيبه شبه حافظه، لان اللعيبه اعتقد بقى لها فتره طويله بتحاول تنفس في التمرين. دلوقتي نفسي، دلوقتي الشغل ده نفسي، ازاي ابدا من البدايه، ازاي استغل ده ان انا الاجواء دي ما تعطلنيش، الاجواء دي لازم تخليني اقوى من الاول، لا بدايتي لازم تبقى اقوى من يعني البدايه. استغل اللي حصل ده تاثير ايجابي، انا شايف انه لازم يبقى فيه ليه تاثير ايجابي. انا وجهه نظري ان لازم البدايه يبقى في ضغط عالي، اول 10 دقايق احسسه ان انا لا انا جوه الجيم، انا ما اتاثرتش. ولو الكره معايا ابدا اشتغل والعب كره طويله واخد الكره الثانيه، ما عنديش مشكله خالص، هنقل الضغط عليه. دي وجهه نظري، فانا شايف ان ده جزء ممكن يبقى ايجابي للاعيبه النادي الاهلي ويحسس فرقه الترجي ان انا ما اتاثرتش بحاجه. ده دي يعني اتمنى ان ده ممكن ان ده يحصل في بدايه الشوط الثاني. طيب في بدايه المباراه يعني. بدايه المباراه. طيب كابتن علاء، دلوقتي مستر موسيماني يضغط من قدام ولا يلعب من نص ملعبه ويعتمد على الكرات الطويله؟ انا بتكلم على البدايه، بتكلم على البدايه، ولا ممكن يلعب بتوازن دفاع هجومي شويه في حرص؟ لا هو مفيش حرص، هو البدايه اللي كان هو هيلعبها
يعني اللي هو كان هيلعب ضاغط من الاول كان هيلعب ضاغط من الاول. لو احنا اتفقنا هيلعب نص ملعب بطريقه لعبه الفتره دي ايمن اللي حصل والشغب وكل الكلام ده ما بيغيرش فكره المدير الفني خالص. كل اللي بيعمله ان هو يهدي لعبته ويعيد تاني نفس الكلام اللي هو اتفق عليه بس. وبعدين اللي حصل ده كله على فكره في ضغط اكتر على فريق الترجي. كويس، انا كمدير فني للنادي الاهلي مستر موسيماني استغل اللي حصل ده لصالح فريقي ازاي؟ ما فيش استغلال يا ايمن، كل استغلالك انت مش استغل حاجه. الحاجه الوحيده اللي في صالحك ان الجماهير هي تعمل ضغط على فريق الترجي. الجماهير الزياده دي على فكره هي مش ضدك. الجماهير الزياده دي هتعمل ضغط على فريق الترجي اللي هو يعني هو عارف يلعب مين وعارف ان هو نازل مضغوط من غير جماهير وعارف ان هو الام لعبت النادي الاهلي اللي هو في قرارات نفسه ايمن هو عارف النادي الاهلي اعلى جماعيا وفرديا وكل حاجه. بالعكس ده في قلق على فريق الترجي، كل ما الجماهير بتزيد ما فيش قلق على لعيبه النادي الاهلي خالص. كل الوقت الضغط انت نقلته على الترجي. الحاجه الوحيده اللي مستر موسيماني كان بيتكلم فيها لازم لعيبته تركز في الكلام اللي قاله، لكن مش هيتغير. الكلام اللي قاله تركيز، نركز يا رجاله، نركز يا رجاله، نعيد تاني ونتكلم. هو ده الكلام اتقال في اوضه لبس الفتره دي. لكن قلق من وجود جماهير حاجه لا بفصل انا خالص كل ده بالظبط خالص هو فاصل يا اسامه. وبعدين في حاجه مطمئنه في المباراه، الحكم بيطمن لعيبه النادي الاهلي. يعني وجود فيكتور مطمن لعيبه النادي الاهلي ان هم هياخدوا حقهم، ما عندوش مشكله في حاجه خالص. بره الملعب لا في تامين تاني والدنيا هتختلف وكل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله واللعيبه الاهلي ترجع سليمه. لكن تغيير في الكلام، تغيير في طريقه اللعب انا استبعدها. استبعدها ان هو يغير كلامه. انا المدير الفني ما بغيرش طريقته على الاحداث المباراه، مش جاب الاحداث ماشي. لكن كل كان بيتكلم فيه زي ما كان عادي بيتكلم وقتي اعاده تركيز بيفصل على الاحداث اللي بره، مش اكتر من كده ايمن. كويس، بس ده اللي عمله مستر موسيماني. ولما سيد طلع اتكلم اكيد رجع للعيبه وقال لهم على الاجواء بره ازاي ورجع هدى اللعيبه تاني. هو كله تركيز وازاي لعيبتك تنزل هاديه. الاجواء دي يا ايمن عايزه 11 لعيب اعصابهم هاديه. انت احسن انت احسن في كل حاجه أي. لازم تبقى اهدى اعصابك. كل التوتر وكل الضغط على لعيبه الترجي، على لعيبه الترجي، لان الجماهير دلوقتي كلها طالب بايه؟ جول عايزة مبكر. وعايزه جول مبكر وعايزه نتيجه كبيره على فريق هم في قرارات نفسهم النادي الاهلي اعلى. ايوه الحمد لله اعلى في كل حاجه. عندك مباراه هنا في مصر بالظبط الى جانب في حاجه ايمن، ده دي المباراه الاولى هناك. يا جماعه انا عايز اكلمكم في النقطه دي. يا جماعه انا عايز اكلمكم في النقطه دي بالذات كده. عدم تكافؤ فرص عشان الجماهير طبعا. انا فاهم عدم تكافؤ فرص من بدايه المباراه. احنا خلصنا من الموضوع ده ايمن. المباراه هتتلعب، اصل ما اقدرش اخلص منه لو النتيجه كابتن كانت سلبيه. بص ايمن، في كل الاحوال اللي حصل ده هيتكتب وهتصور وهتوثق. احنا انتهينا منه. احنا دلوقتي كل اللي بنتكلم فيه بدايتك في 90 دقيقه. ماشي، تأدي 90 دقيقه ازاي؟ تركيز بهدوء. انت طول ما انت مركز واهدف الملعب انت هتبقى احسن في كل حاجه. يا ايمن تخيل انت شكلك بس كده ان شاء الله بدايه المباراه زي ما كان عادي بيتكلم، مثلا كرة طويله وخدت الكره الثانيه وشوت كرة على الجول وجبت كرة، تخيل الشكل بقى عامل ازاي مع وجود الجماهير اللي احنا مش اول حاجه ثانيه. يا كابتن علاء الكابتن بيتكلم فيها، القدر ممكن يدخل فيك هدف ده وارد. ده كوره يا جماعه، انت لسه عندك مباراه ثانيه بالظبط. ازاي لما يدخل فيك هدف هتتعامل مع المباراه وهتديرها ازاي بشكل ثاني علشان تقدر تخرج بنتيجه تساعدك في المباراه الثانيه لا تبقى على ملعبك. عشان كده لازم ناخد احنا المبادره. انا شايف ان النادي الاهلي لازم ياخد المبادره لو معاه كوره عشان تغير لو معاه كوره لو معاه كوره او معاهوش لازم ياخد المبادره انك تدخل اجواء بدري. صحيح. تدخل اجواء المباراه بدري، ما تبقاش انت رد الفعل. حاجه ثانيه لازم نستغلها برضو النهارده، اسلحه هجوميه لينا خدناها في ماتش صن داونز كان هناك. صحيح. الكرات الثابته شفنا ياسر ابراهيم في كره ركنيه اتعملت. التفاصيل الصغيره دي خلي بالك ممكن تحسم لك الماتش. هم ضعاف جدا، هم ضعاف جدا في الكره العرضيه، الكره العرضيه الثابته والمتحركه. بص يا بلال، بعد كل الاحداث دي ايمن اهم حاجه دلوقتي اول 10 دقائق في بدايه المباراه. ايوه تدخلك في المباراه بس ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي اهدى. وزي ما عادل بيقول ممكن حتى لو مش معاك كوره اعمل ضغط، حتى لو مش هلعب بيه لكن اعمل ضغط على اللعيبه وارجع تاني لطريقه لعب العاديه. لكن صحيح. هي مهم ان شاء الله البدايه بس باذن الله رب العالمين. طيب كابتن بلال سريعا بقى، هل نقدر نشوف اهداف مبكره؟ اتمنى يعني اتمنى الاهلي يسجل هدف مبكر. انت عندك عناصر عندهم ميزات كبيره جدا وعندك عيوب عند فرقه الترجي. لو قدرت انت تستغل الميزات اللي موجوده عندك عند الثلاثي الهجومي الامامي وقدرت تستغل الاخطاء اللي موجوده دايما وباستمرار عند فرقه الترجي تقدر تسجل اهداف. النهارده عندهم مشكله كبيره جدا في الباكين، على طول
على طول بيلعبوا لقدام، عندهم مشاكل في الرقابه على فكره، عندهم مشاكل في الضغط. هم مميزين جدا في الحته الهجوميه جدا جدا، وبيعملوا كروسات رائعه جدا 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 وموفقين فيها بشكل كبير، لكن في الناحيه الدفاعيه معظم الهجمات اللي بتكون على الترجي فيها خطوره جدا بتكون من ورا الباكين. تاني حاجه الاثنين السنتر باكس بتوعهم عندهم مشاكل في الرقابه، دايما الكرات العرضيه بالنسبه لهم هو عينه على الكره مش عينه على المال. الرقابه بتاعته سيئه جدا جدا، فلو قدرنا نتعامل برده في العرضيات بتاعتنا بشكل كويس وتمركزنا بشكل كويس في ال 18 اعتقد الاهلي، وعدم تفاهم كبير جدا بين معز بشريفيه وقلبي الدفاع. كابتن اسامه هنشوف هدف ان شاء الله، اتمنى، خاصه ان لما بتجيب هدف بره ملعبك بيساعدك كتير جوه. صحيح. ملعبك الكرات الثابته النهارده مهمه جدا جدا جدا، سواء لنا او علينا. سواء الدفاعيه علينا التمركز الصح، هم برده مميزين وعندهم اطوال فيها، واحنا نستغل الكرات الثابته الهجوميه. صحيح. بدايه المباراه زي ما الكابتن علاء قال مهمه جدا انها تدخلك الاجواء بسرعه وتبعدك بره الاجواء لحد ذاتها، فدخول المباراه ده مهم جدا. كابتن عادل هنشوف اهداف ان شاء الله؟ لا انا اتمنى ان شاء الله نشوف اهداف، بس اتمنى ان احنا نستغل الفرصه اللي هتجينا، في فرص هتجينا. ايوه ان شاء الله. في مباريات كتير لعبناها بره ملعبنا، مباريات يعني فيتا كلوب اعتقد استغلنا فرص وسجلنا بدري. صحيح. النهارده هيجي لك فرص، اتمنى ان احنا نستغل الفرص اللي ممكن تجي لنا باذن الله رب العالمين. كل التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.